فيديو قصير بإذن الله. بإذن الله. قسما 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 لمن رفع السماء، قسما 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 لمن نشر الضياء، بلادي 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 لك حبي وفؤادي، النفوس الكرام عرين العروبة بيت حرام، وعرش الشموس حمن لا يضام، سارعي المجد والعلياء مجدي لخالق السماء، قسما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بتحيات الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه الورشة التدريبية نحن معكم في فريق نحن المبادرون نحو القمة برعاية مؤسسة سفراء للتطوير المهني، ومدربتنا الدولية اليوم من قطر الحبيبة الأستاذة فاطمة الورفلي، سوف تحدثنا وتعلمنا عن تطبيق رائع ألا وهو ستيم وأهميته في العمليات التعليمية. كما تعلمون أيضا هو مهم في لمن يريد أن يقدم لخبير مايكروسوفت، حيث أن هناك سؤالا كاملا عن هذا الموضوع. نتمنى لكم أن تكون هذه الورشة مفيدة إن شاء الله، وإن شاء الله تكونون في الطريق الصحيح. سوف تعرفنا عليه مدربتنا الرائعة الأستاذة فاطمة، فلتعرفنا على نفسها. طبعا أنا محدثتكم تعرفوني، إن لم تكن تعرفونني فأنا شوقية حواورة من فلسطين الحبيبة، أرض العزة والكرامة، أرض النخوة والشهامة. أحييكم وأرسل لكم بتحيات أهل فلسطين، فأنتم إخوتنا في الدم والعقيدة إن شاء الله، فمهما فرقتنا الحدود لن تفرقنا أرواحنا وعقيدتنا وأهدافنا إن شاء الله. الحمد لله، أكرمني الله عز وجل على العديد من الإنجازات. أنا سفيرة للعديد من المبادرات والمنصات العالمية بفضل الله، كما أنني خبيرة لمايكروسوفت العالمية للسنة الثالثة على التوالي، وفزت بجوائز محلية ووطنية وعالمية بفضل الله عز وجل. وإن شاء الله دائما نجعل هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: زكاة العلم نشره. فعندما نتعلم أي شيء يجب علينا أن نفيد مجتمعنا ومن حولنا. وفي هذه الورشة أنا والأستاذة فاطمة وجميعنا إن شاء الله نهدف إلى هدف سامي بإذن الله، حيث نريد أن نعلمكم عن تطبيقات رائعة مفيدة في العملية التعليمية ومحفزة للطلبة. الأستاذة فاطمة الورفلي من قطر الحبيبة سوف يكون لها محاور للورشة هذه، عدة محاور، منها الهدف الأول تعريف منهج ستيم التعليمي ما المقصود به، ثم متطلبات تطبيق منهج ستيم
ثم معايير منهج ستيم القائم على المشاريع، ثم ما هي الخطوات عند تطبيق تعلم ستيم القائم على المشاريع، وأخيرا تحديات تطبيق منهج ستيم التعليمي. الآن أترككم مع الأستاذة فاطمة لتعرفنا أكثر عن نفسها إن شاء الله، فتفضلي على بركة الله. وأشكرك على قبول الدعوة إن شاء الله، وأشكر جميع الحضور على تلبية الدعوة لحضور هذه الورشة. تفضلي أستاذة فاطمة. تفضلي. شكرا أستاذة شوقية، يعطيك العافية. بشارك الشاشة. الله يعافيك. نعم تفضلي شارك. واضحة. إذا واضحة الشاشة عندكم؟ نعم نعم تفضلي على بركة الله. تفضلي. إن شاء الله. عارفين أقوليش عن نفسك؟ يعطيك العافية أستاذة شوقية على كل ما تقدميه من مجهود ومن نشر العلم، يعني عن جد يعني أنت إنسانة رائعة جدا جدا جدا، وأنا سعيدة بتقديم ورشة اليوم معك ومع نخبة من المعلمين، وأشكر مبادرة نحن المبادرون نحو القمة، وأشكر مؤسسة سفراء للتطوير المهني على استضافتي اليوم، وأشكرك أنت أستاذة شوقية على استضافتي اليوم في هذه الورشة، وإن شاء الله بإذن الله سوف نقدم مادة علمية شيقة للحضور، وإن شاء الله بإذن الله نشر العلم صدقة، ونحن هنا لكي ننشر هذا العلم ونفيد جميع المعلمين والخبراء مما تعلمناه من هذا المنهج، وبإذن الله سوف يلقون معلومات جديدة في ورشتنا لهذا اليوم. إذا أشكر مرة أخرى نحن المبادرون نحو القمة، هذه المجموعة الرائعة التي تقدم تطوير مهني للمعلمين في قمة الروعة، وتقديم شهادة حضور للحضور كله، وعن جد يعني مجهود رائع جدا جدا بقيادة المدربة العالمية الأستاذة شوقية أحواورة. إذا اليوم مثل ما شكرا اليوم مثل ما حكيتي أستاذة شوقية، نحن أمام منهج ستيم التعليمي بإذن الله. مدربتكم اليوم من دولة قطر، في الأصل كمبيوتر ساينس تيتشر، متحصلة طبعاً على شهادة المعلم الخبير لمدة 5 سنوات بإذن الله، ومتحصلة أيضاً على شهادة MCE Microsoft Certified Educator، طبعاً مدربة دولية متحصلة على شهادة المدرب المعتمد من عدة مدارس مثل مدرسة يعني أكسفورد، كامبريدج، المؤسسة الكندية، ومن دولة قطر أيضا متحصلة على TOT، أيضا مدربة معتمدة لدى مايكروسوفت، وطبعا في مجال مايكروسوفت شاركت في عدة ندوات، شاركت في عدة لقاءات واجتماعات سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي، سفيرة لعدة منصات تبع مايكروسوفت، والحمد لله بإذن الله إحنا نتطور دائما نحو المستقبل. رغم كل هذه الأشياء فأنا أطمح دائما للمزيد والمزيد من الشهادة والتطوير المهني. طبعا إحنا نقول دائما إذا من قال أني تعلمت فهو جاهل، وبالتالي إحنا الآن دائما نطور من أنفسنا لنقدم ونتحصل على المزيد من العلم. اليوم أنتم أمام منهج ثري وثري جدا يسمى منهج ستيم التعليمي. مثل ما أنتم شايفين ستيم ممكن السبيلينج STEM أو STEAM، فاليوم سوف نتعرف ما الفرق بين هذين التسميتين. وفي الأصل إحنا نعتمد اللي هي ستيم STEAM، مثل ما أنتم شايفين هنا في لوجوات أمامكم تدل على هذا المنهج، مثل عملية المعادلات مثل الجمع والطرح، هنا مثلا في اللوجوات تبع الهندسة، في هنا في الأول تبع الساينس والحاسوب. وبالتالي احنا سوف نتعرف على هذا المنهج وما هي أهميته في العملية التعليمية.
بالتالي احنا اليوم امام الهدف الاول وهو التعريف بهذا المنهج، ماذا يعني منهج ستيم التعليمي. الهدف الثاني سوف نتحدث عن متطلبات هذا المنهج، ماذا يتطلب لكي انا اقوم بتدريس هذا المنهج او بالعمل على انجاز مشروع تتوفر فيه مهارات ستيم. في الهدف الثالث سوف نمر الى معرفة المعايير. أنا يعني مثلا كمعلم أريد تطبيق هذا المنهج في المدرسة مع الطلاب كمعايير نجاح عامة يتوقف، فسوف نقوم بالهدف الثالث بمعرفة ما هي معايير منهج ستيم القائم طبعا على المشاريع. في الهدف الرابع سوف نقوم بخطوة مهمة جدا وهي تعلم منهج ستيم، ما هي خطوات تطبيق هذا المنهج، وننتهي بتحديات تطبيق منهج ستيم التعليمي. إذا مثل ما أنتم شايفين لو حابين نطور أكثر في هذا المنهج ممكن نوصل لأكثر من 5 أهداف، ولكن إحنا كورشة أولى ممكن نعمل ورشة ثانية عن هذا المنهج ونأخذ مثال عن تطبيق منهج ستيم. بالتالي احنا اليوم سوف نكتفي بهذا القدر من الـ من الـ من الـ الاهداف ونوصل الى اخر هدف وهو تحديات منهج ستيم. اذا انا معلمه في الصف، ما هي المشاكل والتحديات التي يمكن ان تواجهني في التطبيق عند تطبيق منهج ستيم؟ بالتالي احنا سوف نمر الى اختبار معلومات الحضور. طبعا احنا ما شاء الله دائما نقف امام نخبه من المعلمين، نخبة من الكادر الأكاديمي. أريد أن أعرف من خلال هذا الرابط ما هي معرفتكم سواء كانت معمقة أو مبتدئة في منهج ستيم التعليمي. إذن سوف أرسل لكم الرابط على الدردشة، ومن فضلكم زملائي الكرام تشاركوني مشاركتكم في البادلت. إذن بضع عندكم الآن الرابط. إذن أنا أرسلت الرابط على الشات، هل وصل أمامكم الرابط أم لا؟ نعم وصل. ممتاز. إذن زملائي الأفاضل، زميلاتي الفاضلات، ادخلوا على هذا الرابط واكتبوا لي ماذا تعرف عن منهج ستيم التعليم. بارك الله فيكم. إذن نأخذ بعض الوقت للحضور لكي يتمكنوا، ممكن تمسحوا الباركود إذا أنتم عندكم هاتف جوال أو داخل من البي سي وهاتف جوال في نفس الوقت، تمسح الباركود وتدخل على الرابط وتكتب لي كلمات عن منهج ستيم التعليم. إذا نعطي دقيقة للحضور لكتابة كلمة عن منهج ستيم التعليمي. عما يرتكز هذا المنهج؟ ماذا يعني STEM؟ إذا أنت عارف هاي الكلمات ممكن تعطيني تعريف هذه الكلمات. إذا في كثير دخلوا على البادلت. إذا ما شاء الله المعلمين، ما شاء الله عليهم. أكيد أنا واقفة الآن أمام نخبة من المعلمين المتميزين، وبالتالي أنا وصلتني كثير من الجمل، سوف أقرأ البعض منها. ما شاء الله عليكم. نبدأ ب إذا ممكن أن أنتم تكتبوا لي الأسماء، وإذا ما عندكم مانع طبعا مثلا تقول لي أنت من أي بلد تشاركنا البادلت وتشاركنا كلمة عن هذا المنهج الجميل في التعليم، منهج ستيم التعليمي. إذا نقرأ مثلا الأستاذة أمل السيد. أمل السيد تكتب لنا
منهج STEAM التعليمي هو منهج لحظة إذن بعطي وقت، لأنه أنا لما أجي أقرأ تجي رسالة أخرى وبيضيع الرسالة اللي أنا كنت بقرأ، وبالتالي إحنا سوف نعطي وقت كافي للمشاركة، وبعد ذلك سوف نقوم بقراءة بعض المشاركات. طبعاً أنا سوف أشارك معكم البدلت يعني على المباشر، أفضل بيكون هيك أفضل لكي تتمكنوا من قراءة ما كتبتم. إذن هذا كل ما كتبتموه، ما شاء الله أشياء عديدة. مثلا منهج STEAM التعليمي، الأستاذة نهلة أحمد من قطر تقول أن طيب ممكن بعد إذنكم نوقف الكتابة على البادلت. بارك الله فيكم، مشاركات جد طيبة، وظاهر أنه أنتم ما شاء الله دارسين وعارفين منهج STEAM التعليمي، فبالتالي إذا ممكن أن نوقف عشان أعرف أقرأ الإجابات المدرسين عن منهج STEAM التعليم. شكرا لكم وبارك الله فيكم. الأستاذة أمل السيد، منهج STEAM التعليم هو تقديم معلومة متكاملة مع أكثر من مادة وتحقيق الكفايات أثناء توصيل المعلومة بالتعلم بالمشاريع اعتمادا على هذا التكامل. ممتاز. في الأستاذ من لم يكتب الاسم، هو اختصار لـ Science, Technology, Engineering و Math. ممتاز. تكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، الأستاذة حليمة سعيد من مصر. مشكورة أستاذة حليمة على هذا التدخل. الأستاذة شيماء أحمد من قطر، يستهدف دمج المواد الدراسية التعليمية الرياضيات، الفنون، العلوم، التكنولوجيا والهندسة. ممتاز جدا جدا. الأستاذ حاتم منوبي، منهج تعليمي 4 مواد أساسية، العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات. ممتاز جدا. هو قائم على المشاريع ويختص بالتحديد بالعلوم والرياضيات. أستاذة شوقية، ممتاز، العلوم والرياضيات وفقط في مواد أخرى. ممتاز، شكرا لك على المشاركة. نشوف هنا الأستاذة ليلى خماسي، ساينس تكنولوجي انجينير وماث. ممتاز، اعطيتينا سبيلينج تبع الكلمات. ممتاز. اذا مثل ما انتم كتبتوا ما شاء الله عليكم، يعني عارفين ال STEM. طبعا انا يعني جد فخورة بالمشاركة تبعكم، مبين ان انت عارفين عما يرتكز هذا المنهج STEAM التعليمي، وعارفين انه فيه 4 مواد مثل ما ذكرتوا في البادلت، اللي هما الساينس والتكنولوجي والانجينيرينج والماث. يعني انا يعني بشكركم جدا على المشاركة، وطبعا انا سوف اطور مهاراتكم اليوم في هذا المنهج، لأن من خلال البادلت تنقص بعض الأشياء مثل المهارات. ما هي مهارات STEAM؟ يعني هنا في البادلت أمامي لم يذكر. إذن في اللي كتبوا قائم على المشاريع، ممتاز اللي هو قائم على المشاريع، ولكن لم يذكر المهارات المعتمدة في منهج STEAM التعليمي. بالتالي أنا سوف أضيف لكم إضافة بإذن الله عن هذا المنهج اليوم. شكرا لكم على المشاركة في البادلت، وبارك الله فيكم، مشاركة جد قيمة. أنا بصراحة سوف أخذ سكرين شوت من البادلت وأحطها لكم على التشات، عجبتني ما شاء الله عليكم، مشكورين جدا جدا جدا. إذن هحط لكم هنا على البادلت. في الشات سوري، بحط لكم الصور.
أستاذة شوقي، هل الشاشة مشاركة معكم لا زالت؟ لا لا نعم الآن نعم نعم ممتاز. إذا ممتاز أشكر مرة ثانية، المشاركات كانت رائعة ما شاء الله عليكم في البدلة، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى تعريف منهج ستيم التعليم. طبعا أنا الآن سوف أضع أمامكم فيديو. أستاذة شوقي، هل تقولي لي أن الصوت واصل في الفيديو أم لا؟ إذا بضع قبل ما أحط تمام. إيه السكرين. لما تعملي مشاركة لازم تعملي واضح الصوت واضح. ممتاز، أنا عاملة تمام. أوريدي بس حبيت أتأكد لأنه في تمام بعض الأحيان يفصل. تمام صحيح. لا يعطيك الآن ما العافية. شاء الله ممتاز الله يعافيك. إن شاء الله، الله المستعان. طيب، إذا الحضور شاهدوا هذا الفيديو، بعد سوف نقوم بمناقشة بإذن الله صوتية. سوري أنا هرفع شوي الصوت، هو أصلا الصوت تبع الفيديو مش كبير. إذن شكرا لكم على استماع الفيديو. طبعا الأستاذة أمل مصطفى تقول أن الفيديو موسيقى فقط. نعم الفيديو موسيقى فقط، حابين نركز على الموسيقى ونشوفوا الفيديو. إذن ممكن هي أستاذة فاطمة، هي تقصد فقط صوت ولا لا تجد الصورة؟ المشكلة عندها ممكن النت عندها ضعيف، أنا كتبت لها تخرج وترد تدخل، الصوت والصورة واضحين وما شاء الله تمام. تمام، يعطيكم العافية. إذا أنا أريد أن أسأل الحضور سؤال. إذا ممكن اللي يحب يشارك في الصوت يشارك، واللي يحب يكتب لي في الدردشة. إذا ماذا أضاف لكم الفيديو عما كتبتموه في البدلة؟ أريد مشاركة صوتية إذا ممكن. من يريد المشاركة معنا عن طريق الصوت؟ يعني احنا نريد ان نتفاعل بطريقة صوتية عن طريق الدردشة شوي على الالكتروني وهكذا. من يريد مشاركتنا الصوت ويقول لي ماذا اضاف الفيديو، ما هو الشيء اللي انت كتبته في البدلت واضاف لك الفيديو؟ اذا اضاف لك الفيديو شيء ممكن تشاركنا الصوت. مش عارفة أستاذة شوقي، هل ممكن تشوفي إذا في يعني مثلا رفع اليد، لأن أنا مش تمام تمام وهي سمحت لهم يفتحوا المايكات، اللي بيحب يرفع اليد عشان يشارك ويعمل يعني انتر اكشن.
أستاذ فتحي كتب تعريف متكامل عن ستيم، مهارات حل المشكلات والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي. ليلى خماسي كتبت مهارات القرن 21. منال أحمد أضافت الهدف من هو تنمية مهارات التفكير العليا. فاطمة الزهراء رابط مفهوم ستيم ببعض البعض واستخدام مهارات القرن 21 مثل التعاون والتواصل واستخدام التكنولوجيا. رشا شوق المهارات مثل حل المشكلات والتفكير الإبداعي. نرمين تفعيل مهارات القرن 21، الإبداع والابتكار والتواصل ودمجهم في المواد الدراسية. إقبال حل المشكلات وتنمية المهارات العليا. ألفة مهارات التفكير الإبداعي والناقد والتواصل. أم كلثوم السلام عليكم، تأخرت كثيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لم تتأخري، لساتنا في البداية. ما شاء الله. تفضل. يعطيك العافية أستاذة شوقي على قراءة الله الرسائل يعافيك. الخاص. ممكن هلأ واحد يشاركنا الصوت، نريد أن نتفاعل. ممكن حد يشاركنا على الصوت كمان؟ يلا مدها تسمع صوتكم الأستاذة. إيه لأول والله، مرة يعني ضيفة، لأني لأول برجع مرة إذا ضيفة. بسمع أصواتهم برجع معاهم على الجزء الثاني من منهج ستيم. السلام عليكم. في الجزء لأنه الثاني. هي أول مرة ضيفة معنا من قطر، فمنحييها يعني. تفاعلوا معاها لو سمحتوا، وكمان أول مرة في تدريب عن ستيم، وهذا ضروري. حكيت لخبير مايكروسوفت للي بدهم يقدموا في سؤال كامل عن ستيم، فياريت تتفاعلوا. طبعا الأستاذ فتحي السلام بده يقود المبادرة. تفضل. السلام عليكم. أولا عليكم السلام. أرحب عليكم السلام. بالمدربة. ثانيا قدم الفيديو تعريف متكامل عن ستيم، وذكر بأن التعريف لا يمكن أن يكون إلا بوجود مهارات لخصتها في حل المشكلات والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي. هذا ما فهمته من الفيديو. ممتاز جدا، وهذا هو لب الموضوع أستاذ فتحي. ما شاء الله ما شاء الله، بارك ممتاز. الله فيك. إذن الأستاذ فتحي ما شاء الله عليه لخصنا تقريبا اللي أنا في أم حبيت، اللي كلثوم. أنا حبيت أوصل له إنه في تمام. البادلت مشكورين جدا جدا جدا، ذكروا المواد الأساسية التي يرتكز عليها منهج ستيم، ولم يركزوا على المهارات، وبالتالي إحنا في الفيديو هذا هو يعني الإضافة في الفيديو، إنه نركز مع إذن. وفي سؤال ظهر في الفيديو، هل يبدو منهج ستيم باستخدام الأربع مواد متكامل؟ فكان الجزء الثاني من الفيديو إنه بتوفر المهارات، مهارات مثل ما كتبتوا أنتم الآن في الشات مشكورين، يتم تفعيل مهارات القرن 21، أستاذة فاطمة التفكير الإبداعي والابتكار والتعاون والتواصل، مشكورة جدا، ذكرت بعض مهارات القرن 21. وبالتالي منهج ستيم التعليمي يعتمد على تكامل بين أربع مواد أساسية، وسوف نذكر المواد هذه في الجزء الثاني، عندي وتكامل أم مع كلثوم لو سمحتي. في أم كلثوم رافعة إيدها، ممكن تضيف نعم إضافة. تفضلي. تفضلي أم أكيد كلثوم. أكيد أكيد المشاركة مفتوحة، بالعكس نحن نريد التفاعل أكثر من أن نقرأ جمل من الباوربوينت، فنريد التفاعل أكثر. السلام عليكم. تفضلي أم كلثوم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نحييكم بما اني وصلت متاخر، بس ان شاء الله ان شاء الله نتابع معكم. بس تحياتي ان الى شاء الله. حياك يا الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. طيب هل في اضافه عن منهج ستيم التعليمي؟ اذا مثل ما قلت يرتكز منهج ستيم التعليمي عن تكامل اربع مواد. اذا تكامل، فلا بد انه المواد هاي الاربعه تكون متكاملة مع بعض. سوف نشوف في المرحلة الثانية عما يرتكز هذا التكامل، وطبعاً بتوفر المهارات، لأنه في التكامل لازم أن يكون هناك مهارات يرتكز عليها لكي يقوم الطلاب بإنجاز مشروعهم. إذن بتوفر المواد العلمية التي سوف نقوم بذكرها، وتوفر المهارات
يقوم الطلاب بإنجاز مشروع متكامل عن منهج ستيم التعليمي. إذن نمر الآن إلى تعريف. هل في حد يقرأنا تعريف نظام ستيم التعليمي من الشاشة؟ بارك الله فيكم. يلا ياريت نتبرع نقرأ. أنا يلا مدربة من أنا مدرب أنا مدربة شوي صعبة، يعني أحب المشاركة الصفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي. نحب الحضور هم اللي يعملوا الورشة، مش من أنا. عطاء أنا لعطاء. الحضور هم اللي يعملوا الورشة. أستاذة فاطمة شكرا جزيلا على المعلومات الوافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم براءة خياطة سورية مقيمة في السعودية. هلا شكرا هلا جزيلا سلفا على الإثراء في المعلومات وعلى تثقيف الزملاء وعلى وزكاة العلم تعليمه. شكرا جزيلا أستاذة شوقية، شكرا جزيلا أستاذة فاطمة وكل القائمين على هذه الدورات وهذه المحاضرات. اللسان يعجز الصراحة. طيب شاركينا بقراءة شاركينا بقراءة التعريف من الشاشة لو سمحتي. STEM STEM هو نظام تعليمي قائم على البحث والتفكير وحل المشكلات والتعلم من خلال المشروعات التي من خلالها يطبق الطالب ما يتعلمه في العلوم والرياضيات والهندسة باستخدام التكنولوجيا. وبهدف نظام STEM ويهدف نظام STEM إلى تعليم الطلاب كيفية إجراء التجارب والعمل ضمن فريق، وهذه كلها مهارات من شأنها أن تساعد الشباب على أن يصمموا حلولاً لمواجهة تحديات التنمية الكبرى. شكراً جزيلاً. ممتاز، بارك الله فيك، قراءة جميلة ما شاء الله، نغمات هذه مش قراءة، بارك ما شاء الله فيك. رائعة. شكراً. إذن مثل ما أنتم شفتوا الجملة الأولى، تعالوا نشوفوا الجملة الأولى. هو نظام تعليمي قائم على البحث، تقصي والبحث، التفكير الإبداعي، حل المشكلات، التعلم من خلال المشروعات التي من خلالها يطبق الطالب ما يتعلمه في العلوم والرياضيات والهندسة باستخدام التكنولوجيا. باستخدام، إذن الجملة هنا واضحة، إذن لابد أن يتوفر مهارات البحث، حل المشكلات، التفكير الإبداعي، تعاون، مهارات يعني مثل ما نقوله اللي احنا نعرفوها اوريدي احنا نطبقوها في الصف، مهارات القرن 21. الطالب هذا اللي راح يستخدم هاي المهارات راح يكون هو أمام مشروع. أنا ممكن أستخدم مشروع منهج ستيم كمشروع لا صفي مثلاً أو صفي، يعني في عندي خيارين. أنا كمعلم ممكن أن أدرج هذا المنهج وأنا بالإضافة إلى المنهج اللي أنت ماشي عليه في دولتك. ستيم التعليمي ممكن يكون من خلال مشروع لا صفي أو مشروع صفي في درسك، مشروع لا صفي مثل بحث علمي، مثل يعني أي مشروع خارج البيئة، يعني خارج الصف يشاركوا فيه طلاب، مسابقات إلى آخره. في تطبيق منهج ستيم التعليمي راح يكون هنا علوم ومواد أساسية اللي هي تعالوا نقولوا المواد العلمية، العلوم والرياضيات والهندسة. في تطبيق العلوم والرياضيات والهندسة راح يستخدم التكنولوجيا، فبالتالي التكنولوجيا أريد راح تكون يعني مادة موجودة، راح أكتب على الوورد، راح أكتب على أعمل عرض على الباوربوينت، راح أدخل على الجوجل، راح يعني كل هذا أنا لا سوف أحتاج إلى التكنولوجيا. ف التكنولوجيا موجودة، المهارات في العلوم لابد أن تتوفر، في الرياضيات وفي الهندسة يعني تعالوا نقولوا التقنية، أو يعني في طلاب ما شاء الله موهوبين، فممكن أنت تأخذ موهبتهم في الإنجينيرينج يعني الهندسة وتوظفها مع العلوم مع الرياضيات وتستخدم التكنولوجيا، وبالتالي أنت تكون أمام منهج ستيم التعليمي. وبالتالي في منهج ستيم التعليمي يكون هناك طلاب أمام تجارب، أمام عمل ضمن فريق، يعني يتكاتفون مع بعض لمواجهة مشكل ولحل تحدي معين. إذن
نمر الآن معرفة أول شيء، تعالوا نشوفوا المواد اللي يرتكز عليها منهج ستيم التعليمي. طبعاً الساينس هاي أول حرف اللي هو العلوم، وتشمل المعارف والمهارات، طرق التفكير العلمي والإبداعي واتخاذ القرار. التكنولوجي اللي هي التقنية، وتتضمن التطبيقات العلمية والهندسة وعلوم الحاسوب بصفة عامة. طبعاً الانجينيرينج اللي هي الهندسة، تتضمن التصميم الهندسي، ويشمل ممكن عنصرين: تقديم قاعدة أساسية من الثقافة التقنية في المرحلة الثانوية، أكثر يمكن تكون في مراحل متقدمة الانجينيرينج، إعداد الطلاب لدراسة التصميم الهندسي في مرحلة ما بعد الثانوي. ولكن أنا حتى في الابتدائي أو الإعدادي ممكن يعني أطبق الانجينيرينج مع التكنولوجي ومع الساينس. طبعا الرياضيات لازم تكون متوفرة في منهج ستيم التعليمي. طبعا الطلاب عندهم مهارات في الرياضيات، عندهم أسس، تعلموا من خلال مادة الرياضيات كيفية حل مشكلات رياضية، فسوف يأتون بما تعلموه في الرياضيات، وسوف يأتون بما تعلموه في العلوم، وسوف يأتون بما تعلموه في التقنية بصفة عامة أو العلوم الحاسوب أو الهندسة، ويكونوا في فريق متكامل بإبداعاتهم، بمهاراتهم، بتعاونهم، باتخاذ قرارهم، بإبداعاتهم، بتفكيرهم العلمي والإبداعي في إنجاز أمام تحدي، وهو بناء مشروع ستيم التعليمي. إذن هذا هو المنهج، قائم على جزئين. الجزء الأول توفر مواد علمية، لن نكتفي بوجود مواد، بل لابد أن يكون الطلاب ضمن فريق متكاتفين ويوظفون مهارات الأساسية اللي هي مهارات القرن 21. تعالوا نشوفوا الآن في عالم عرف منهج ستيم بهذه الطريقة. أريد مشاركة من خلال الصوت لو سمحتوا في قراءة التعريف الثاني. يعني هنا في العالم، على المستوى العالم، في كتير علماء عرفوا منهج ستيم. نريد أن نقرأ بعض التعريفات. إذا من يقرأ لنا التعريف؟ أستاذة خولة، ممكن أستاذة خولة ممكن تختاري لنا اسم يقرأ لنا لو سمحتي؟ لو سمحت. حدا بحب يشاركنا بالقراءة يا ريت يرفع اليد، هاي المايكات مفتوحة. بعد إذنكم إذا حدا بحب يشارك بالقراءة تفضلوا. أستاذ فتحي حابب يشارك بالقراءة. أستاذ شوقي، السلام عليكم من جديد. أريد أن أحيي المدرب وأحيي الأخت شوقي وأحيي الأخت خولة، فعلا موضوع مهم جدا ورائع جدا. ربي يبارك فيكم. أستاذ نعم ستام ويعرفه. نسمع صوت الأستاذ فتحي، تفضلوا. هل هناك من يتحدث؟ نعم تفضل أستاذ فتحي. لكن ويعرفه لينتس وجي آر بي 1 2009 جي آر أند لانتس بأنه التعليم المستند إلى المعايير بما يحقق انضباط المعلمين على مستوى المدرسة، وبخاصة في تدريس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ستام، واتباع منهج متكامل للتعليم والتعلم، حيث يتم تدريس محتوى معين كوحدة دراسية ديناميكية متكاملة. ممتاز أستاذ فتحي. أستاذ فتحي ممكن تشاركنا يعني قراءة جيدة ما شاء الله عليك، ولكن ما العبرة اللي طلعت منها من هذا التعريف؟ والله الإضافة الموجودة في هذا التعريف هو تقريبا يمكن حصرها انضباط المعلمين على مستوى المدرسة، وبخاصة في تدريس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. هذا ما شد انتباهي بصراحة. الوحدة من يشاركنا؟ ممتاز أستاذ فتحي بارك الله فيك. من لديه إضافة؟ ما هي نتيجة هذا التعريف؟ إذن هذا العالم لينتس وي جي آر عرف أند لانتس عرف ستيم بهذا الشكل، شو اللي رسخ في بالك؟ يلا
دراسة العلوم الهندسة والرياضيات كوحدة متكاملة. ممتاز، هذا هو رائع جدا. مين اللي معانا في المشاركة الصوتية؟ طلعت فرحات على ما أعتقد. أه يا حبيبي الله يصلحك. مرحبا أهلا. يعطيك العافية وبارك الله فيك. إذن يتم تدريس محتوى معين كوحدة دراسية ديناميكية متكاملة، لا يتم تدريس العلوم في مادة وحدها والرياضيات لا، درسوا العلوم في مادة واحدة ويدرسوا الرياضيات ويدرسوا الانجينيرينج والماث، ولكن في وحدة أخرى اسمها وحدة ستيم يتم تدريس فيها في نفس الصف 4 مواد متكاملة مع بعض. إذن هذا العالم رأى أنه لنجاح منهج ستيم التعليمي لابد من تخصيص وحدة ديناميكية متكاملة يتم فيها تدريس 4 مواد مع بعض، على أساس الطالب داخل الصف هو already دارس الرياضيات مع في 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 مادة الرياضيات ودارس العلوم فيه، ولكن لابد أن تكون وحدة أخرى يعني شعبة أخرى اسمها STEAM فيها 4 مواد، لما يدخل الطالب في نفس اللحظة يعني يأخذ دروس متكاملة عن هذا المنهج، بالتالي هو يشوف هذا العالم أنه لو أنا حاب أطبق هذا المنهج فلازم نكون أنا أريد علمته في الصف وبعد أطلع على المشروع. إذن هذا رأي يحترم، أنا أؤيده. من يؤيد هذا الرأي؟ يعني حطوا لي 1 على الشات لو سمحتي. نعم أستاذة، حالياً أستاذة فاطمة بتحبي تاخدي مشاركة صوت أستاذ طلعت؟ أيوة أكيد 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 بتكون إسرائيلين. نعم أستاذ طلعت بعد إذنك ممكن ترفع اليد؟ ممكن عشان يكون الإشي بشكل منظم. بعد إذنك أنا آسفة، خلينا نأخذ إذا حابة تأخذي مشاركات نأخذ أستاذة، كانت أول إشي فاطمة الزهراء، تفضل أستاذة فاطمة بعدين أستاذة عايدة. السلام عليكم. نعم. الشوقية مس فاطمة، برحب بحضرتك مس فاطمة من مصر. أنا شايفة إن مناهج STEM مطبقة جدا في مصر بالنسبة للنظام الجديد 2.0 بالنسبة للمناهج الجديدة، وده موجود في منهج اكتشف وربط نواتج التعلم بالتعليم في المواد، بحيث إن كل الطلاب دلوقتي بالنسبة للعربي أو مادة اكتشف اللي أنا بديها بجانب الـ ICT مرتبط فيها تعريف STEM، يعني داخل فيها ساينس وفيها تكنولوجي وفيها الإنجينيرينج وفيها الماث، فأنا شايفة أن التعريف رابط كله بالمنهج المصري الجديد دلوقتي عليه. ممتاز، رائع جدا، إضافة جيدة. أكيد إحنا لازم نتعرف على يعني هذا المنهج كل يعني دولة كيف طبقاته داخليا، فحلو يعني هذا التكامل مع، ونريد أن نتبادل الخبرات في تطبيق منهج STEAM. ممتاز. إذن ما شاء الله في الكونفرسيشن وصل عندي 1. إذن في كتير أيدوا أنه أنا قبل ما أطبق منهج STEAM كمشروع لصفي مثلا أريد أن أطبقه في الصف، يعني تكون في وحدة متكاملة. ممتاز جدا. تعالوا نشوفوا الآن في عالم آخر عرف منهج STEAM التعليمي، من يقرأ لنا؟ الأستاذ طلعت. في الأستاذ والمعذرة على الإطالة في التعريف. أستاذة فاطمة، كان الأستاذ طلعت بده يعلق، تفضل أستاذ طلعت. نفس الكلام اللي قالته الأخت، إن المفروض، يعني لاحظوا كلمة المفروض دي، إن هو ده النظام المطبق في مصر، إن في الحصة الدراسية ممكن يدخل 4 مدرسين كل واحد بيدرس مادة معينة، لكن هم في نفس الوقت بيدرسوا منهج متكامل سواء رياضيات أو هندسة. نعم. أو كمبيوتر أو تربية. نعم. فنية، الاثنين في الثلاثة أو الأربعة في نفس الحصة كلهم بيدرسوا منهج متكامل، كلهم بيتدخلوا في نفس الوقت في المعلومة اللي هم بيدوه. نعم. ده المفروض. نعم المفروض بالضبط. يعني أنت أستاذ طلعت من رأيك كمدرس تشوف أنه أنا هل أنا كمعلم لا أستطيع أن أطبق هذا المنهج إلا لما أدي للطلاب وحدة متكاملة، أو ممكن نطبقوه وهم كل واحد يعني تكامل مع المواد الساينس والتكنولوجي والإنجينيرينج والماث بدون ما نعمل وحدة متكاملة، أي وحدة أنت تشوفها أنسب؟
لو في مدرس يعني مبدع وبيجمع بين او قادر ان هو يدمج كل هذه المعلومات، ممكن استغني عن المدرسين التانيين وهو يقوم بنفس الدور. ولو ما فيش بقى يعني دراسة العلوم كوحدة متكاملة دي شيء جيد جدا وشيء رائع واكثر من رائع. طيب انا سؤال عندي، ما هو اوريدي بيقرا الماث في مع المدرس الماث وبيقرا العلوم وبيقرأ، ليش احنا نعمله مادة اخرى متكاملة؟ شو الهدف؟ اعطينا اضافة يعني من رأيك. الربط يعني الربط. انا ممكن نعم الربط نعم. بين العلوم هو دي الهدف، مش درست العلوم مش هو الهدف. ما هو لكن... هذا أستاذ طلعت، أنا ممكن أربط بيهم في المشروع برا الصف مع المعلمين وأتكامل معاهم في إنجاز المشروع، ليش أنا أتكامل معاهم داخل الصف؟ فهمت قصدي؟ دراستهم كوحدة واحدة أفيد وأنفع ويمكن أقل مجهود. ممتاز، أنا لما أحمل وحدة متكاملة سوف تكون هنا دراسة كاملة، سوف تكون مدرسين، المدرس راح يعطي مادة الرياضيات كهي موجودة أوريدي في المنهج، ولكن إذا أنا أعطيت منهج ستيم كمنهج كمادة متكاملة ويأتي أربع معلمين يدخلوا على الطلاب كل واحد يعطي مادة ويطلع. طيب هنا هل أنت تشوف أنه هاي يعني تنفع ولا نقوله يعني في هدر للوقت المعلم؟ أيوة. في هدر الوقت الطالب، أو أن احنا ناخذ المهارات الطلاب مما تعلموه في هذه المواد ونطبقوه في مشروع برا الصف، شو رأيك؟ أي وحدة انت؟ لا، الدراسة كوحدة متكاملة داخل أو خارج الصف مش هتفرق، أفيد وأنفع. التكامل بين المواد شايف إن هو أحسن. يعني أنا أقول أنت فهمت سؤالي، أنا نقول يعني أنه أنت لما تعمل وحدة متكاملة رح يكون وقت إضافي للطلاب وللمعلم وماتيريز وإلى آخره، ليش إحنا نضيع الوقت هذا؟ ليش ما نطبقوه مشروع برا الصف؟ هاي سؤالي، أنا حابة أعرف آراء الجمهور اللي معاه إنه وحدة تكون في وحدة متكاملة تتكون من أربع معلمين، بعدين حنتكلم على المادة الثانية اللي هي الأرت، ولكن إحنا الآن في ستيم بس. مين يقول أنه أنا أحتاج لتطبيق المنهج في الصف وبعد أطلع على المشروع؟ ومين يقول لا؟ اللي يقول أحتاج لتطبيق المنهج في الصف يكتب لي رقم واحد، واللي يقول أن أنا ممكن أتكامل مع المواد هذه في إنشاء مشروع برا الصف يكتب لي رقم اثنين، بدون ما تكون في وحدة متكاملة أو يعني شعبة اسمها ستيم. طب هل ممكن أجمع بين المنهجين؟ نعم أكيد. احنا هنا نتناقشوا، يعني احنا هنا نتناقشوا عادي، يعني اي شيء عندك ممكن تشاركنا به. لا انا اقصد هل اجمع بين الدراسه الصفيه والدراسه اللاصفيه برضو كمنهج ستيم؟ كيف يعني؟ اعطينا يعني انت بتقول هناخد انت مشروعك حيكون انت مشروعك حيكون مثلا بحث علمي حتطبق فيه الستيم، اوكي. كيف تجمع بين الاثنين؟ خارج الصف، يعني قلنا داخل الصف كأننا هجمع أربع مدرسين داخل الفصل. بالضبط بالضبط. نجمع أربع مدرسين. طيب أوكي كمل الجمل. خارج الفصل أننا هيدرس منهج ستيم كوحدة متكاملة فعلا خارج الصف. هو حيعمل مشروع ستيم وليس الدراس. أيوة. هو حيعمل مشروع، حيعمل بحث مثلا أو مثلاً. أي مشروع من المشاريع اللي موجودة. فهو برا الصف ما رح يدرس. لا هو نشاط خاص به. لما نقول وحدة متكاملة تجمع الأربع مواد، أيوة. هل تكون أنت من رأيك أنه هو حيدرس ودرس، هل هو نافع هذا ولا لا برأيك؟ برأيكم يعني من يريد. مع الأستاذ طلعت مشكور جدا على مداخلته الجميلة، وأريد أن نعرف آراء الجمهور في هذا المنهج، منهج ستيم التعليمي. هل أنا مثلا، تعالوا نسأل سؤال، الوحدة المتكاملة هل تكون فيها دروس أم تكامل فقط؟ في فرق بين أنا أدي درس وبين أتكامل، يعني أتكامل لأني أنا يعني إذا أنا حدخل كل، أنتم قلتوا لي كل معلم حيدي الدرس، لا يعني أنا هنا مش موافقتكم الرأي. إذا أنا حد ما هو حيديه في درسه، ليش نعمله وحدة متكاملة كل معلم يدخل ويعطي الدرس ويطلع؟
يعني انا اشوف مش بيطلع الاربعه موجودين في... الاربعه موجودين في نفس الوقت. ممتاز. ها ويتداخلوا في نفس يعني لو في معلومه يعني هل يكون مثلا تطبيق الوحده المتكامله في شكل مشروع داخلي ام درس؟ الاثنين، اجمع بين الاثنين. اظن انه ممكن انا كاستاذ رياضيات مثلا ان اخذ محور من محاور درسي واطبق فيه جزئيه من ماده اخرى، ماده مثلا العلوم الطبيعية أو مادة الفيزياء مثلا في الستاتستيك مادة الإحصاء، نأخذ مثلا درس في العلوم الطبيعية كنبتة ودراسة طول هذه النبتة، نمو النبتة، وكل مرة نأخذ طولها وأطبق هذا في درسي في الرياضيات، لا أن أركز على مادة زميلي، ولكن هناك تداخل بين مادتي ومواد أخرى. ممتاز. مثلا. يعني أنا في فكرة جيدة. لو هاخد زراعة النبات مثلا هقيس تطور نمو النبات. هكتب مثلا اسم الشجرة للطفل وأقول له إن هي بتتكون من كذا. هاخد مثلا عوامل خيام النبات يعني، وهتكلم عن عملية النتح والكلام يعني، هذا كل المواد هتدخل في نفس الوقت اللي أنا بدرس فيه للطالب دي. بس دي عايزة طبعا معلم مطلع عنده ثقافة عالية جدا، لو هستعين بمدرس أو معلم واحد. يمكن تدخل خاصة أن الرياضيات موجودة بكثرة في حياتنا، موجودة نجد المعادلة في كل شيء، يمكن أن أدخل معادلة في أي مادة من المواد. أن تدخل معادلة. أنا شاركت في درس ستيم في برنامج التوأمة الرقمية، وكان معناها المطلوب منا في هذا التكوين أنه نحضر درس من دروسنا بتوظيف ستيم، يعني كل أستاذ ومادته هو، لكن يوظف بقية المواد في درس من دروسه، كان هذا هو المطلوب. ممتاز. أستاذة فاطمة لو سمحتي ملاحظة قصيرة. نعم. سيد فرحات ما تقوله سليم، لكن أعتقد أن ما تقصده الأستاذة فاطمة هو لربح الوقت، يعني هناك تكامل فقط. نعم. لا حاجة لنا بالتدريس، الوقت مهم جدا في مثل هذه العملية وفقط. شكرا لك. ماشي يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد إذنكم معلش فتحت أكثر من مايك، خلينا بس نمشي بالترتيب. الأستاذة إقبال اتفضلي. أستاذة إقبال عايشك. شكرا. طيب ممكن الأستاذة إقبال، الأستاذة معلش، ممكن الأستاذة تقبل عشان قدموا شوي، ممكن الأستاذة إقبال تقرأنا التعريف الثاني وهات نتناقشوا في التعريف الثاني. يلا تمام. فاطمة لو سمحتي فقط على الجزئية هذا من وين ندخل ستام، نعمله وحدة بروحة لستام، يعني مادة بروحة ومعلمينها وحصتها ووقت خاص، أو أني ندخلها ضمنيا في حصص العلوم أو الهندسة أو الرياضيات. أحيانا الأمانة في المنهج عندي في المنهج التونسي نفس الشيء، وحتى أنا أدرس في قطر ونفس الشيء حتى في تونس، عندنا جزئية دائما في معلمة الرياضيات، عندنا جزئية دائما في آخر حصة من الدرس مسألة حياتية نسميها دائما تمرين يدخل الرياضيات في الحياة اليومية، يدخل الرياضيات في هذا جزء منه، إنه ندخل هذا السام، يعني ندخل شيء ضمنيا مع الحصة، تداخل تكامل مع المواد الأخرى ضمنيا في الحصة، ولا أضطر أني نعمل توقيت خاص لفقر السام أو للتداخل الكامل يعني. طيب وتطبيق منهج السيم هاي تكامل داخل الحصة، ولكن أنت مطالبة على أساس تعملي مشروع متكامل، المشروع لا صفي، فأنت البحث العلمي أوريدي إحنا نأخذه في كل وحدة في الرياضيات، نأخذ بحث علمي لأن نوظفه فيه السيم أوريدي موجود عندنا في الكتاب، لكن كان في الصف ناخذ جزئية دائما. هم يقولوا الطلاب دائما أو التلامذة يقولوا دائما إنه الرياضيات بعيدة وإحنا مش محتاجين الرياضة أصلا،
الرياضيات أصلا في حياتنا وكل ماضي على الوقت وكل تفكيرات عليا وإلى آخره. فجيد جدا هذه الفكرة، نهاية كل درس عندي تمرين يرتبط بالواقع المعيش، سواء في الستاتستيك في الكوزاين في الساين، سواء في لما ناخذ مش عارفة طبعا في الستاتستيك كاش نسماها، لكن المهم دائما في آخر كل درس تتعرف الطالبات أو الطلاب يتأكدوا إنه درسهم مرتبط جدا بالواقع وهو أوامكم الحجة. يعني هذا نشوفه إنه التكامل بين ممتاز، بارك الله فيك أستاذة، فعلا أضفتي لنا إضافات جيدة في المداخلة. من يتكرم ويقرأ لنا التعريف الثاني لو سمحتوا؟ اتفضلي أستاذة نيروز. أستاذة نيروز بتحبي تشاركي تقرأي لنا التعريف بعد إذنك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لقد قرأت التعريف، ثم عندي مداخلة أستاذة فاطمة على الأسئلة اثنين طرحتهم قبل التعريف، بس نقرأ التعريف أولا. وتعريفه خوجة بأنه اختصار لنهج تعليم والتعلم يستند إلى تكامل حقوق العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، بحيث تدرس هذه الحقول في صورة وحدة متماسكة، ويتطلب تمكين المعلمين والمتعلمين من فهم الممارسات الهندسية والعلمية والمفاهيم المتداخلة والأفكار الأساسية لحقول STEM، كما يتطلب تجهيز بيئات التعلم في سياق العالم الحقيقي، بحيث يستمتع المشاركون في ورش العمل والمشاريع التعليمية، ويتمكنون من الوصول إلى المعرفة الشاملة والمتعمقة للموضوعات والقضايا العلمية المستهدفة والتي تعكس طبيعة العلم بعيدا عن المفاهيم النظرية المنعزلة. هنا باش نرجع المداخلة أستاذة فاطمة والحضور معي، احنا حاسين باش نحكي عنهم. اولا احنا طول سنوات دراستنا درسنا الرياضيات ولم نفهم لماذا ندرس الرياضيات، نفهم لماذا ندرس الرياضيات في الجامعة، نوظفها مع التقنية، نوظفها مع الكمبيوتر، بس أول سنواتنا لا نفهم ماذا نستعمل الرياضيات ولا ترسخ المعلومة. فأظن مع STEM هنا الطالب يفهم لما نستعمل الرياضيات، نوظفها مثلا لصناعة الكمبيوتر. نعم، هنا أفضل مثال عنا فاطمة في تونس، عنا مادة اسمها التربية التقنية، وفي التربية التقنية فيها الرياضيات وفيها التقنية وفيها الكمبيوتر ساينس، كلها الطالب يدرسها ويوظفها لإنجاز مشروع، مثلا دارة كهربائية، كمبيوتر، تلفاز. فهنا الطالب يفهم لماذا يدرس الرياضيات ولماذا يدرس العلوم ولماذا يدرس الكمبيوتر ساينس. نعم. أظن عنها نموذج، فهو طبق على أرض الواقع، يعني هاي بالضبط مش بس وترسخ المعلومة الجزء النظري. طبعا ممتاز الفكرة. طبعا احنا من أول التعريف قلنا منهج السيم التعليمي يعتمد على التجارب، كل ما هو نظري هذا لا يفيد منهج السيم. منهج STEM يعتمد كله على التجارب، أي مشروع أي شيء لازم أنا أطبقه على أرض الواقع وأطلع بنتيجة. وطبعاً إحنا قلنا تطبيق على أرض الواقع يعتمد على التطبيق، يعني التكامل بين المواد، دائماً ركز على التكامل ومهارات الطلاب. إذن من خلال هذا التعريف، تعريف خوجة مثل ما قالت الأستاذة مشكورة جداً على القراءة، ماذا أضاف لك؟ يعني تعالوا نشوف الإضافة. التكامل بين المواد موجود أوريدي من التعريف الأول، اقترح أنه يكون في صورة وحدة، يعني تدرس هذه المواد في وحدة متماسكة، يعني شوفوا العلماء اتفقوا على أنه تكون في وحدة متماسكة. ولكن شنو أضاف للتعريف هذا؟ من اكتبوا لي عطشات، ومن يدخل معنا في المشاركة بالصوت اكتبوا لي عطشات. نعم، معنا الأستاذة أنعام، أنعام عبد العزيز رفع اليد، إذا بتحبي تشاركي أستاذة. أستاذة أنعام تقدري تفتحي المايك وتتفضلي بالمشاركة. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. وعليكم السلام. يمكن أن دخلت متأخرة على اللقاء، لكن أنا نعم شرط من فلسطين، اشتغلنا في مدرستنا، أهلا فيكي، بنهج STEM لفترة، يعني يمكن بدينا من 2013 بالفكرة نفسها مع مدرسة من بريطانيا كأنشطة، يعني بدينا فيه كأنشطة لا منهجية خارج الصف. هسه إحنا بعدين يعني أخذنا دورات في المنهج، وأظن إنه يعني الفكرة إنه إحنا، يعني أنا برأيي إنه الفكرة مش إنه بدنا
يعني هي شغلي بتعتمد على انه نلاقي احنا نقاط التقاطع بين المواد. يعني مش كل درس بالعلوم بيكون مشترك مع درس بالتكنولوجيا او بالرياضيات او، لكن في نقاط تقاطع بين المواد وفي نقاط بيكونش فيها التقاطع. والفكرة أجت بالتقاطع، مش فكرة يعني إنه هيك يعني إنه نحشوها حشي ونجهد حالنا في البحث عنها، لا، هي في أرض الواقع بدها تكون في إلها التقاء. يعني إحنا مثلا في فكرة ستيم أجت إنه في المدارس في عنا مثلا مادة العلوم لحالها، والطالب بسكر كتاب العلوم بروح لدرس الرياضيات، بفتح كتاب الرياضيات بدرس رياضيات، بسكره بروح للعربي وهكذا. هس في الحياة العملية برا الطالب ما لما بروح مثلا بده يشتغل بالزراعة، هو ما بيشتغل في مادة واحدة، يعني هو تلتقي المواد في الحياة العملية. يعني هو بروح بيشتغل بالزراعة، هو بيحتاج الرياضيات وبيحتاج العلوم وبيحتاج التكنولوجيا وبيحتاج ففي الحياة العملية. يعني من هون أنا حسب معرفتي إنه إجت فكرة التقاء المواد، لأنها في الحياة الواقعية عادة بتلتقي، يعني هي مش مفصولة في الحياة الواقعية. ومن هون أجت إنه أنا إذا بدي أربط الطالب بالحياة العملية ما بقدر أربطه في الرياضيات لحالها وفي التكنولوجيا لحالها وفي العلوم لحالها وفي العربي لحالها، لا، أنا بدي أعمل إذا بدي أربط في الحياة لازم أربط المواد. ممكن أربط مادتين، ممكن ثلاث، ممكن أربع مواد. ومن هون أجت فكرة المشروع، يعني إنه أنا ما هو الطالب في الحياة العملية بعمل مشروع، يعني الإنسان برا بعمل مشروع في حياته بغض النظر هذا المشروع صغير كبير. لكن لما بدي أعمل أنا مشروع، يعني بدي أعمل مشروع زراعي، بدي أعمل مشروع صناعي، بدي أعمل مشروع مثلا تجاري، حسب نوع المشروع تتداخل المواد. ممكن تتداخل مادتين، ممكن ثلاث، ممكن أربعة، ممكن ست مواد تتداخل. فالفكرة أجت أنه أنا لأني بدي أربط الطالب بالواقع مضطرة كمدرسة يعني وكنظام تعليمي، إذا بدي أربط الطالب بالواقع وأخذه لسوق العمل، أنا مضطرة أني أقترح مشاريع وأفكار من الحياة العملية اللي أنا مجبرة أصلاً، مش لأني أنا بدي بس، مجبرة أدخل المواد مع بعض. ومن هون أجت الفكرة، يعني حتى إنه الفكرة فكرة مشروع، والمشروع هذا ممكن يكون خارج نطاق الحصة وتشترك فيه المواد. لكن برأيي لا يعني إنه ما يكون في كمان تداخل، لأنه ستيم كمان بركز على مهارات القرن 21، يعني التفكير الناقد وإنه الطالب يطلع في منتج في الآخر، يعني لأنه في الحياة العملية بيطلع في منتج. وبالتالي حتى في داخل الحصة ممكن المعلم في حصص ما يطبق نهج ستيم، مش شرط يكونوا أربع معلمين، يعني ممكن أنا في حصة معينة فعلا أطبق نهج ستيم ويطلع الطالب أدربه على التفكير الناقد وأدربه على التفكير الإبداعي وعلى العمل الجماعي، يعني هاي مهارات القرن 21. فأنا برأيي من هون إجت ربط المواد مع بعض، هذا يعني هاي الفكرة اللي عندي. طبعا احنا طبقناها في مدرستنا، عملنا مشروع وكان كثير ناجح. يعطيك العافية أستاذة أنعام. أستاذة فاطمة بتحبي تاخدي مشاركات تانية؟ أيوة يا مس قبلة، كنت عايزة أقول إضافة للتعريف الأخراني إن هو بالوقت حاليا لو حضرتكم تلاحظوا إن هو ربط مهارات الحياة الحياتية بالستم، زي ما إحنا دخلنا في أول الدراسة كان مطالب مننا في أول كشكول التحضير لينا إن إحنا نتكلم عن التغيرات المناخية اللي شغلة العالم دلوقتي، ومصر إن شاء الله هتبقى في مؤتمر في شرم الشيخ عن الموضوع ده. فأنا شايفة إن هم حطوا الولاد دعمان، يعني إحنا عملنا مجموعة في مع الولاد وخدنا بقى اللي شاطر في الماس عمل لنا حل، واللي عمل لنا شاطر مثلا في الساينس عمل لنا حل، وفي حد عمل برنامج مثلا باستخدام الحاجات التكنولوجية. فانا شايفة ان هو التعريف مش بس تكامل زي ما ميس فاطمة كمان قالت، ان هو ربط كمان المهارات الحياتية بالستم، كمان دخلت مهارات كمان القرن 21 فدعمت الموضوع اكتر. بس انا كنت حابة ان انا قلتها. تمام أستاذة فاطمة، شكرا حبيبتي. أستاذة فاطمة الوافي معنا، سمعتينا؟ نعم. أستاذة
سمعتي المشاركات؟ نعم، بتحبي تاخدي تكملة المشاركات ولا بكفي لهون؟ اي بكفي لهون، ما شاء الله عليهم مبدعين كلهم، ولانه انا ما حابه اطول عليهم في الورشه، بالتالي انا راح اقدم جزء من هذا التعريف. الاضافه شنو؟ انه هنا يتطلب تطبيق منهج ستيم كوحده متماسكه ومتكامله داخل الصف الدراسي، تمكين المعلمين. ايوه هذا مهم جدا، تمكين المعلمين والمتعلمين من فهم الممارسات الهندسيه والعلميه، لانه انا لما اجي اطبق منهج ستيم كوحده تعليميه قبل ما يكون هو كمشروع خارج الصف الدراسي، فلابد ان اشوف مهارات المعلمين في المواد. يعني انا مثلا معلمه علوم والمعلم الثاني معلم رياضيات، فكيف راح يتكاملوا مع بعض؟ هل هم يعني اخذوا ورش تعلموا يعني انه كيف يشاركون؟ لازم يكونوا في يعني يطبقوا في يعني بيئات التعلم تبعهم، لازم اريد هم يكونوا واخذين فكره عن الموضوع. فانا قبل ما اطبق منهج ستيم التعليمي لابد ان اكون المعلمين في هذا المنهج. اذا انت راح تطبقه كوحده متماسكة داخل الصف الدراسي، أما إذا كان أنت راح تطبقه كمشروع خارج الصف الدراسي بالتالي لا يتطلب الكثير، بالتالي كل هنا راح نعتمد على الطلاب وعلى مهاراتهم يعني في تطبيق المشروع، وليس بمهارات ولكن كوحدة دراسية متماسكة داخل الصف المعلم راح يكون مؤثر، وبالتالي أنا المعلمين في المواد هاي العلمية لابد أن يكونوا هما ماشيين بتمشي أنه أنا واخذ تمكين في هذا المنهج، منهج ستيم التعليم. بالتالي هذا أنا رأيي اللي أنا قلته أول مرة، لأنه منهج ستيم التعليم ليس بالسهل أن يطبق كمادة متماسكة في الدول، بالتالي يتكلف تكاليف كبيرة، لأني أنا سوف أكون معلمين في هذا المنهج، سوف يكون هنا يعني منهج ستيم التعليم يدرس في مخبر، والمخبر لابد أن يكون متطور جدا جدا جدا، بالتالي يعني في أقوى الدول في العالم ما عرفوا كيف يطبقوا منهج ستيم، رغم أنهم دول غنية، بالتالي في أكثر من دول غنية لا يوجد مخبر ستيم للأسف، بالتالي يعني على هذاك احنا نحاولوا احنا أنه نطبقوه كمشروع خارج الصف الدراسي. ولما لا يعني إذا توفرت الإمكانيات، إذا الدول فكرت في هذا الموضوع ولم تهدر يعني الـ يعني تفكر في التعليم، إذا أنت تحب تصلح التعليم لابد أن تنشأ مخبر ستيم. مخبر ستيم مش بالسهل أن يكون يعني يعني يتطلب معلمين متمكنين، يتطلب بيئة، يتطلب ماتيريالز يعني أدوات معينة، لأنه الطالب راح يقوم بالبحث وراح يقوم بالإبداعات هاي الكل، فلابد أن نوفر له القليل من التجهيزات، ولا بد مش نعطيه مكان هيك نقوله أبدع، يعني كيف راح لازم نوفر له أنا الضروري والضروري والأساسي وقبل ما يروح على المشروع. هذه أنا نشوف الإضافة هنا على أنه لا بد أن يكون يعني من التعريف نطلع أن نحن يعني المتعلمين نعم يعني من التعريف نطلع أن احنا عايزين نعيد مدرس كويس مؤهل علميا ونفسيا ومنهج وبيئة التعلم. البيئة التعلم اللي هتوفيها المختبر اللي هو لابد أن يكون في البيئة مخبر ستيم التعليم، تتوفر فيه أدوات الهندسة، أدوات التكنولوجيا، الأجهزة متطورة جدا جدا، لأنه الطالب يعني راح يعمل مشاريع بتكامل 4 مواد، فلابد غير أنه بعد راح نطوره من هذا المنهج ونقوله أنه تطور لاحقا في مفهوم ستيم بإضافة مجال العلوم الإنسانية إلى المجالات المتعارف عليها سابقاً. نعم. يتحقق ذلك لابد أن يسعى المعلم بنفسه إلى تطوير إمكانياته ثم يعول على غيره فقط. طبعاً. طبعاً. وأحنا هذا أكبر دليل وجودنا اليوم في هذا المكان، لأنه أحنا واعيين تماماً أنه
يعني في المستقبل لابد أن نغير، لابد أن نطور. جميل مثل جدا. ما قالت الأخت مشكورة، لماذا أنا أدرس الرياضيات؟ ما الهدف؟ لماذا أنا أدرس العلوم؟ مساكين الطلاب كل مادة طالع منها وهو رايح على المادة الثانية بدون مش عارف ليش أنا أدرس هاي المواد. فهذا سؤال مهم في يعني في حياتنا اليومية. حتى احنا، حتى انا بكلمكم الان، او انت من منبرك اكيد انت يعني انت معلم متميز وتعطي سوري معلش رد، ما هو هسه احنا بننزل من الطريق اللي بينزل في اصوات. معلش احنا كمعلمين الان واحنا موجودين مع بعض، وللامانه للامانه كلنا اكيد هتفنا هذه الجمل، والله أنا تعبت من هاي المواد، والله أنا أولادي تعبانين، والله أنا ليش يدرس هاي المادة وليش يدرس هاي المادة وليش يدرس هاي المادة. فكل الأسئلة هذه أحنا كمعلمين متميزين وسألناه، فما بالك ولي الأمر، فما بالك الإنسان اللي مش فاهم ولا إشي من من هذا. فأحنا لابد وجودنا هنا أكبر دليل إن أحنا حابين نطوره ونجهز أنفسنا مستقبلا لتطوير. ولما لا، تعالوا نأخذ الأمور سهلة وبسيطة. أنا كمعلم لابد أن أطبق منهج ستيم بما لدي من إمكانيات، وأتكامل مع الرياضيات وأتكامل مع العلوم بما أتيت من قوة كما يقولوا، في انتظار أنه هم يجهزونا مادة متماسكة، في انتظار أنه هم يجهزونا مادة متماسكة وتمكين للمعلمين ورش وتجهيزات ومخابر وما إلى آخره. هات نطبقوه خارج الصف الدراسي ونشوفوا يعني هل احنا ننجح او اكيد اذا في عزيمة، اذا في طلاب يعني مهارات، فلا بد من الشيء البسيط نطلعوا بالشيء الكبير. هذا هو التميز عند المعلمين. يعني المعلم في كامل انحاء العالم، تعالوا نقولوا يعني من شيء بسيط ممكن أنه يعمل أشياء كبيرة. وهذا هي التحديات، راح نتكلم عن التحديات في آخر الورشة. معليش راح أمر سريعا ونقول أنه منهج ستيم أصبح منهج ستيم بالأي، يعني حيث أن صار دمج العلوم. طالما الطالب ما شاء الله يعني متكامل مع العلوم والرياضيات والهندسة والمات، وهو راح يعمل مشروع، وين الإبداع؟ الإبداع هنا أنه لازم يعمل ندخله مادة العلوم الإنسانية وهي الأرت. الأرت صار منهج ستيم، STEAM. قبل 25 سنة هو ظهر منهج ستيم. في الأول ارتكزوا على الأربع مادة، وبعد دخلوا مادة الأرت، لأنه في الأخير هو إبداع من قبل الطالب. فلا بد من توفر معلم الفنون البصري لكي يبدع باللوحات ولكي يبدع بالألوان في هذا المشروع، ويساهم في هذا المشروع بما أوتي من إبداعات في مجال العلوم الفنون البصري. وبالتالي أصبح منهج ستيم STEAM، دمج العلوم الإنسانية مع مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، يستكمل الإطار التعليمي ويجعل له إطار متكامل ومترابط لتنمية مهارات الابتكار والقيادة والاتصال في جميع هذه المجالات. طبعاً أنا ما رح أفتح معكم الوايت بورد، سوري معليش، لأن الوقت ما يكفي. فممكن من خلال مشاركتكم مع الشات تكتبوا لي برأيكم لتطبيق هذا المنهج، ما هي متطلبات تطبيق منهج ستيم؟ يلا أنا بقرأ الرسائل من الشات. ما هي متطلبات تطبيق منهج ستيم التعليمي برأيكم؟ ما هي متطلبات تطبيق منهج ستيم التعليمي؟ أستاذة فاطمة. نعم. في حدا رافع اليد بتحبي تاخذي مشاركة؟ اي يا ريت، يعني باخذ مشاركة يعني بالصوت. الأستاذ توفيق تفضل لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بس نبدأ من الآخر بالجملة، نأخذ الأمور سهلة وبسيطة. نعم يا ريت.
ناخد الكلام من الاخر. محاكاه منهج ستيم، احنا نشوفوا لهنا رغم حكيت انت الصعوبات الاقتصاديه الموجوده للدول باش تخدمنا على مش على ما باش تعطينا لابوراتوار نتاع مخبر، لكن احنا نجمو في انتظار الشيء هذا واللي معناها يبقى حلم بالنسبه للمربي خاصه في مجمل الدول العربيه. نعم احنا محاكاه المنهج السكيم نجمو نحكوا بطرق اخرى. احنا شنو الهدف نتاعنا؟ الهدف نتاعنا ان باش نغيروا عندنا متعلم ومعلم، باش نغيروا من المعلم من الجانب التقليدي التعلم التقليدي التلقيني الى العمل اللي باش يواكب سواء التلميذ الرقمي الجديد، وايضا باش يكون فاعل خاصه في توظيف كل ما يتلقاه التلميذ من معلومات في جل العلوم. اذا فما التعليم باش يولي العمل بالمشروع، ما عادش نخدموا ندرسوا الرياضيات لهدف تدريس الرياضيات فقط، العمل بالمشروع. نعم. من خلال طرح مشروع ضمن آليات ومنهجيات تتطلب ماذا؟ تتطلب توظيف تعلمات في الرياضيات، تعلمات في العلوم، تعلمات في التكنولوجيا، وذلك كله نضع التلميذ إزاء مشاريع مشكل. نعم. تتطلب ماذا؟ تتطلب توظيف المهارات الحياتية بحيث يصبح هذا التلميذ هو الباحث، هو المشارك، هو المعاون، هو المساعد على الوصول إلى هذا، إلى تحقيق هذا المشروع. في نفس الوقت هو سيوظف ما تلقاه من تعلمات في هذه المجالات المتعددة. إذن سيكون لهنا تعليم هادف بعيدا عن الجانب التلقيني، ولا نقرأ رياضيات بهدف الرياضيات فقط، لا، سيوظف كل ما يتلقاه في القسم سيوظفه ضمن مشاريع تخدم هذه هذا هذا المحتوى. شكرا استاذ توفيق، بارك الله فيك. استاذه فاطمه، بتحبي نعطيكي كمان مشاركه؟ استاذه فاطمه، استاذه خوله لو سمحتي ساضيف. تمام، اتفضل استاذ فتحي. انا كنت بس بدي استاذن الاستاذه فاطمه اذا بتسمعني. نعم، هلا أعلم. ربما تكون لديها مشاكل في النت. ساضيف الأستاذ. نعم تفضل استاذ. ساضيف الكلام الاستاذ توفيق كلمه واحده، هو رغبه المعلم وحضور الذهني لطلابه في التكوين وفي الوصول الى الهدف المرجو فقط. متطلبات المنهج ستيم، معلم معد نفسيا وعلميا ومهنيا قادر على التعامل مع التكنولوجيا، ومنهج وبيئة تعلم صالحة لتدريس منهج ستيم كمختبر أو كمعمل يساعد الطالب في التعامل مع منهج ستيم. ممتاز جدا أستاذ طلعت. شكرا حبيبي. أستاذ الله يعطيك. أستاذ طلعت، نعم دخل بسيط، تفضل. بس يا ريت لحظه استاذ توفيق، بس نشوف الاستاذه فاطمه معك ولا لا. الاستاذه فاطمه، نعم انا معاكم بس حبيت اسمع المشاركات. نعم لان نعم ممتاز. طيب طبعا احنا متطلبات، اذا مثل ما قال، مثل ما حكوا الزملاء، نحن امام تحديات في تطبيق منهج ستيم التعليمي، وهذا هو المطلوب مثل ما حكى الأستاذ مشكور جدا، إنه إحنا رغم كل هذه التحديات فأنا قادر إن أنا أطبق حتى ولو جزء بسيط من 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 من, من منهج ستيم التعليم، وأساهم بتطبيق مشروع في حدود إمكانية مدرستي ودولتي، وأطبق هذا المنهج، لأنه الطالب في نهاية الأمر دائما لدي المهارات، واحنا كسبناه ما شاء الله المعرفه، فليش لا انه احنا نتكامله مع هذه المواد. طبعا اريد احنا نتكامله داخل الصف باعطاء امثله ونماذج، ولما لا انه نطوره في هذا التكامل ونعمله مشروع ستيم التعليمي. اذا ماذا يتطلب؟ يتطلب توفير بيئه وتهيئه بيئه التعلم بطريقه تساعد المتعلمين على الاستماع والانخراط في ورش عمل تكامل بين مجالات ستيم.
لو حابين تطبقوا مشروع ستيم التعليمي لابد أنه دائما المواد العلمية مع مادة الأرت يعملوا دائما ورش، يطوروا من أنفسهم، تطوير وتمكين المعلمين هذا أهم شيء لإنجاح مشروع ستيم التعليمي سواء داخل الصف الدراسي أو خارج الصف الدراسي، وتمكنهم من تنمية معارفهم ومهاراتهم بطريقة تتيح لهم فهم وإدراك العلوم بطريقة ميسرة وسهلة وبأسلوب تعلم ممتع من خلال فصول التعلم الصفية واللا صفية. هنا ركزوا حتى على اللا صفية، لأنه حتى في اللا صفي إذا أنا حابة أتكامل مع المواد هذه في إنشاء بدون ما يوفر لي بيئة يعني مادة متماسكة عن منهج ستيم حتى خارج المنهج سوري الصف الدراسي، إذا أنا حابة مشروع بحث مثلا عن وأتكامل مع المواد فلابد أني أنا أكون في تواصل مع المعلمين هذون اللي هم المواد العلمية، لابد أنه إحنا نطوروا معارفنا ونطوروا نعقد ورش تكامل، مش بس تكامل يعني أنا والله نقول أنا رح أعمل كما يقولوا دارة كهربائية رح أحتاج لهذا، لا التكامل بأتم معنى الكامل، لأنه لازم أنت كمعلم تطور من نفسك في المواد هذه أصلا، يعني أنا علوم لازم أتكامل مع الرياضيات وأطور نفسي ولكن بأسلوب سهل وممتع، مش درجة أن أنا أدرس مادة رياضيات، لا يعني التكامل في بطريقة أنه أنا أعطي ورش أتبادل خبرات لإنجاح المشروع. في نهاية الأمر دائما إحنا همنا الوحيد هو إنجاح مشروع ستيم اللي هو مبني على التكامل بين هذه المواد. نظريا يستند تعليم ستيم إلى النظرية البنائية والنتائج التي توصلت إليها منذ 3 عقود من العلم المعرفي، وفي هنا عالم برونينغ عرف هذا المنهج فإن الركائز البنائية التي يتردد صداها مع تعليم ستيم هي. تعالوا نشوفوا العلماء كيف حكوا. أولا لابد أنه تكون هنا دوافع الدافعية عند الطالب جزء لا يتجزأ من الإدراك. التفاعل الاجتماعي أمر أساسي لتنمية معرفة الطالب. تعلم ينطلق من المعارف والاستراتيجيات والخبرات السياقية. إذن في نظر أخيرا التعلم عملية بناء ومنفتحة، أكون منفتحة على 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 معارف جديدة، مهارات جديدة، تطوير استراتيجيات، خبرات، تفاعل، تنمية معرفية، إدراك، دافعية للتعلم ولبناء مشروع ستيم التعليم. إذن هذا بالنسبة لمتطلبات مشروع ستيم. دائما نبقوا في نفس المجال متطلبات مشروع ستيم. في عالم اسمه في عالم ستيفاني ناقش مع العالم مارشال متطلبات مشروع ستيم وارتكزوا انه يكون في 3 محاور رئيسية من المنهج التقليدي الى المنهج المتكامل كما يلي. تعالوا نشوف الرؤية الأولى. في رؤية تقول تغيير رؤية تدريس العلوم والرياضيات، يعني هنا التركيز على مهارات التقصي والاكتشاف، الاعتماد على التحليل والانعكاس، الانغماس في التعجب والتساؤل، الانغماس في المعنى وليس المعرفة. شوفوا هنا يعني معرفة ما معنى هذا الشيء وليس أنا المعرفة. الطالب إذا حب يعرف معرف حتى من جوجل ممكن يعرف، ولكن إذا هو تساءل لماذا أنا أتعرف اليوم على جدول الضرب مثلا، لماذا؟ فجدول الضرب حتى يمكن يحفظه وحده من الانترنت أو من في البيت عاد، المعرفة توصل، ولكن الانغماس في المعنى لماذا؟ هذا هو الهدف من الرؤية الأولى، الانغماس في التعاون وليس في التنافس. يعني احنا لما نقولوا منهج ستيم التعليمي ما راح يعني نقولوا احنا راح نتنافسوا، راح نتعاونوا اكثر من اني انا اتنافس مع مجموعة لتحقيق الثقة وليس الخوف، لاني انا لو
علمت الطالب انه هو يتنافس راح يكون دائما خائف، خائف من الفشل. ولكن لو انا علمته اعطيته الثقه في التعاون يكتسب الطالب الثقه. لتغيير رؤيه تدريس العلوم والرياضيات ايضا يتوجب تحقيق الاعتماد على بعضنا البعض وليس الاستقلالي، وهذا بما نسميه طبعا التعاون. هذا بالنسبة للرؤية الأولى. تعالوا نشوفوا الآن الرؤية الثانية. إذا العالمين هذول اتفقوا أنه في ثلاثة ركائز، الرؤية الأولى، الرؤية الثانية. الرؤية الثانية هي تغيير طريقة تدريس العلوم والرياضيات في المدرسة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ تغيير طريقة تدريس العلوم والرياضيات في المدرسة بحيث يتحول الطلاب إلى انغماس في المعرفة العلمية مثل ما ذكرنا، والمهارات والعادات العقلية، ليقوموا بممارسة العلوم والبحث والتحري وحل المشكلات الإبداعية والتفكير العلمي. ويتطلب تصميم منهج ستيم بالنسبة لفكرة تغيير طريقة تدريس العلوم والرياضيات ما يلي: منهج خبرات متكامل يتمركز حول المفاهيم، ثانياً الاستقصاء المتمركز على حل المشكلات وتوظيف التقنية، ثالثا الاستكشاف والتقصي العلمي الموجه ذاتيا، رابعا ممارسة النشاطات البحثية. دائما نخلي الطالب في يمارس النشاطات، يعني المعرفة تكاد تكون هنا شوي نخليه هو يبحث يتقصى يتكامل يمارس نشاطات أكثر من أنه هو اليوم ولا يقول أنا اليوم تعلمت جدول الضرب. أوكي ممتاز المعرفة، ولكن نغير طريقة التدريس بحيث يكون الطالب ينغمس في النشاطات، في الاستكشاف، في البحث، وفي حل المشكلات، توظيف التقنية، التقويم المستند على الأداء الواقع والمستمر والمتعدد الأبعاد. يعني احنا دائما عنا تقييم ونعطوا للطالب درجة، لا نغيروا حتى طريقة التقييم، نشوفوا أداء الطالب مع الواقع، نعددوا الأبعاد في التقييم. التطبيق العملي، هذه أهم نقطة في الجزء هذا، تغيير طريقة التدريس. يعني لو ما في تطبيق عملي منهج ستيم لم ينجح أبدا. منهج ستيم لن ينجح إلا بالتطبيق العملي على أرض الواقع، تجربة. وإلا إذا راح تنظر واحد مع واحد يساوي اثنين وثلاثة ضارب أربعة يساوي اثناش، لا، منهج ستيم لا يعتمد على النظريات، منهج ستيم يعتمد على النشاطات والتطبيق العملي والتجربة. إذن هذه بالنسبة للنظرية الثانية. أما آخر نظرية أن تغيير الرؤية وأهداف التعليم. تغيير الرؤية، أهداف التعليم بحيث تسعى لتحقيق فهم العلوم والرياضيات وتطبيقاتها تكنولوجيا من قبل جميع أفراد الشعب وليس لفئة من الصفوف العلمية فقط. كيف ذلك؟ اتباع نهج متعدد التخصصات واستخدام مهارات القرن 21، تقوية الصلة بين تعليم ستيم والفنون التي تعزز التصميم والإبداع والابتكار. يعني نحاولوا في منهج ستيم أنه تتكامل أكثر مع المواد الإنسانية وخاصة مادة العلوم الفنون البصري الآرت. تهيئة بيئة التعلم بطريقة تساعد المتعلمين على الاستمتاع والانخراط في ورش عمل تكامل بين تلك المواد. دائما يكون فيه نوادي، أنشطة، نطلعوا الطالب من نظريات. يعني بصراحة أنا مع منهج ستيم على فكرة. تنمية معارف المتعلمين ومهاراتهم بما يتيح لهم فهم وإدراك العلوم بطريقة ميسرة وبأسلوب تعلم ممتع. امتداد تلك المهارات ليشمل كل نشاطات المتعلم التعليمية في الحياة، تطبيق المهارات خلال فصول التعلم الصفية واللا صفية. أستاذة شوقية، معك أستاذة فاطمة، إيش بتحبي؟ معليش عندي تحدي صغير، ممكن بس دقيقتين. نعم، إنه يعني بالضبط إيش المطلوب؟ بالضبط إنه يعني السلايد هو مفتوح أوريدي، فبس قراءة وبرجع دقيقتين معليش.
اها تمام، يعني بتحبي بتحبي انه يكون في حوار حوالين هذا التحدي حتى لو كنت. نعم ممتاز. تمام. جدا جدا هذا. تمام خلاص، اذا خلي المعلمين يحاوروا. دقيقة تمام، خدي راحتك الآن. شوفي أستاذة الآن بنمر للمعايير، خليهم يتناقشوا حول المعايير. دقيقتين وبرجع. تمام تمام خدي راحتك. طيب إذا خلينا إحنا نتولع. ماشي أستاذة، إذا بحب حدا يشارك لو تخلي المشاركة موجودة أستاذة ممكن، يعني إنه العرض موجود المع. أيوة تمام تمام أستاذة. بتحب أستاذ طلعت تشاركنا بالمعايير؟ أستاذ طلعت أنت رافع اليد، اللي بحب يشارك بالسؤال اللي موجود على الشات طبعا يستند منحنى ستيم القائم على المشاريع إلى عدة معايير، وكل معيار يستند إلى عدة محاور منها. خلينا نشوف إبداعاتكم، إذا بتحبوا ترفعوا اليد وتشاركونا بالسؤال اللي موجود على الشريحة. بتحب أستاذ طلعت أنت بالأول؟ طيب أستاذة وداد إذا سمعتينا تفضلي. يا جماعة اللي بحب يعمل مشاركة. أستاذة وداد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بارك الله فيكم. بس حبيت قبل ما نشارك المعايير نرجع للمحاضرة من الأول. هل نحن في برنامج ستيم أو منهج ستيم نستطيع أن نبدأ به من الفصول الأولى، السنة الأولى الابتدائي؟ هذا واحد. اثنان، هل البرنامج ستيم هذا يتيح لنا استخدام التقنيات الحديثة؟ هو يتيح، يعني يتيح لنا، لأننا أنا كمعلم علوم استخدمت تطبيق الجوجبرا للرياضيات، هو متكامل، استخدمته في بعض دروس العلوم، كيفية اتحاد العناصر، تكوين الذرة. هذا هل العمل هذا يعتبر من أو داخل منهج ستيم؟ هذا سؤالي. فهمتيني أستاذة؟ معك أستاذة، معك أنا طبعا فهمتك. أستاذة وداد عشان تعطيك الصورة كاملة متكاملة، هم الأساتذة بصراحة حكوا حوالين هاي المواضيع إنه ستيم يخدم مهارات القرن 21 وبقدر الواحد إنه يكون نظام تعليمي متكامل بين المواد، فعشان الصورة توضح بصورة أوسع ياريت لو تكتبي سؤالك وبإمكان الأستاذة فاطمة بس ترجع إن شاء الله تعطيكي بإذن الله تعالى أهم الأشياء اللي حابة توصل لها. أما إذا حابة تشاركينا بسؤال اللي موجود على الشات تفضلي. في مكتوب على الشات يا أستاذة خولة من الأستاذة أمل، ممكن الأستاذة أمل تقرأ لنا اللي كاتبته؟ أستاذة أمل محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عمل بس حضرتك وأنا أرد على الشيخ إن ممكن استخدام ستيم هو فعلا مستخدم في القاهرة عندنا في مدارس ستيم، يعني مثلا بيضع المدرسين، هي طبعا بتبقى اليونتس أو الوحدات الدراسية متفق عليها من مستشاري المواد المختلفة. مثلا هنتكلم عن الماء، احدى الموارد الطبيعية. الدراسات الاجتماعية هتتناولها نسب تواجد الماء على سطح الأرض من حيث التواجد نسب الماء واليابس في كل مثلا قارة على سطح الأرض، والماء المالح والماء العذب. الرياضيات ممكن نتناولها عن طريق الإحصاءات وعمل جداول عن استهلاك الماء مثلا في آخر 10 سنوات من حيث استخدام الإنسان الماء في حياته في مجالات مختلفة في الصناعة والتجارة، ويمثله ده بيانيا، وكده يبقى درس الرسوم البيانية والإحصاءات
في مادة الرياضيات طبعاً في أكيد أنا علوم ممكن الرياضيات يبقى عندهم أفكار كتير تخص مادة الرياضيات. في العلوم هندرس خواص الماء الفريدة تفاعلها مع المواد المختلفة من المعادن، إيه أسباب تلوثها، أثرها على حياة الإنسان، نسبة تواجد الماء في جسم الإنسان وأهميتها في العمليات البيولوجية في جسم الإنسان. مادة التربية الفنية هيتناولوها في رسم لوحات، مصادر الماء، أسباب التلوث، يعني ممكن يعبر عن الماء في رسوم فنية جميلة. مادة إيه تاني؟ اللغة العربية هيتناولها في موضوع تعبير، في درس قراءة، في قصيدة شعرية، وده ممكن كمان يتم في خلال عمل الأولاد في الطلبة في مجموعات، وهننمي فيها مهارات القرن 21 اللي هي communication, collaboration, حل المشكلات، اللي هي مهارات القرن 21. عمل أبحاث، إزاي يحل، يضع مشروع بحثي، يحل المشكلة، يضع الفروض، يصل إلى حلها، وده هيتم الأولاد إن هم يشتغلوا في مجموعات. لو في الناحية الموسيقية يعمل أغنية عن الماء، فاللي أنا أقصد إن ممكن، بس ده ما بيتمش فردي بالمدرس في مادته، لحد كبير أنا بحاول إن أنا أعمل ده في مادة العلوم، ولكن مش بتطرق إلى كل المواد الدراسية، ولكن ده بيبقى فكر وزارة أو فكر مجموعة من مستشارين المواد المختلفة إن هم يقعدوا مع بعض ويضعوا بعض الموضوعات اللي تمس حياة الطلاب ومن خلالها ينموا أهداف التنمية المستدامة، مهارات القرن 21، بحيث إن الأولاد يدرسوا الموضوع واحد في المواد المختلفة، لكن ما فيش مدرس معين في مادة معينة هيقدر ينمي المهارات المختلفة في الرياضيات والعلوم والدراسات والرسم وهو مدرس مادة العلوم، ولكن هو زي ما قلت حضرتك فكر واحد وتضع الوزارة مع مستشارين المواد، وده مطبق فعلا في مدارس السنة. وشكرا. وفي كمان في التربية الدينية ممكن ممكن الناحية الدينية إن الإنسان خلق من خلقنا من الماء كل شيء حي، وتطرق لها مدرسة التربية الدينية في نواحي مختلفة. وشكرا، يا رب أكون كده يعني قدرت أوصل رأيي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني السلام عليكم أستاذة شوية، ممكن أشارك؟ عليكم السلام. شكرا. تفضلي. أكيد تفضلي. شكرا. شكرا على محاضرة جميلة ورائعة، وأول مرة أحضر عن ستيم، بس أنا في ستيم في نظري إن هو عندنا في مصر يعتبر مدارس المتفوقين، ومدارس المتفوقين عشان تاخد الطالب خريج الإعدادي بيشترط تقفيله في 4 مواد اللي هي العلوم والهندسة والإنجليش والرياضة. كمان عندنا الموقع في موقع للمعلمين في كل المواد اللي المفروض نزلت على الموقع ده هي العلوم والهندسة فقط. وأنا في نظري الستيم استيم مدارس المتفوقين، المدارس العامية ما تقدرش تعمل استيم، لأن الستيم عبارة عن المواد الأربعة اللي احنا بنقول عليهم، وبيكون ما بينهم تكامل، والمعلم بيكون من البداية أصلا اتدرب على كيفية اللي هو يتعامل في نظام المشروعات مع الطلاب. المواد نفسها بتكون من البداية في 4 مواد بيكون هو مأهلهم في الترم إنه يطلع بمشروع في الآخر، مشروع ما بينه ما بين زملائه ما بين معلمه في نهاية الترم لازم ينفذ المشروع. ممكن ان انا لو انا حاسب آلي انا في الاخر لو انا محطوط لي الترابط ما بين المواد دي وانا ما بينهم، فانا لازم ان انا نتيجه الترم ان انا اخلص 4 مواد بالكورس اللي احنا درسته للطلاب بالوسائل التعليميه اللي المفروض متوفره لي داخل المدرسه، دي حاجة تانية غير التربية والتعليم خالص. وسائل تعليمية، بيئة محيطة، مناهج متكاملة محطوط لها مشروع، والمنهج أصلا بيكون قائم على مشروع، هو بيدرس ال4 مناهج بتأهله إنه يعمل المشروع، سواء كان روبوت، سواء كان عالم افتراضي وورلد يعمله في الماينكرافت، في الحاجات دي كلها احنا مش عندنا في التربية والتعليم. وهي اسمها علوم وهندسة، الستيم اسمها علوم وهندسة لتكامل 4 مواد. عندنا احنا عملناها كانت بدايتها كان عن طريق مدارس زويل،
وبعدين اتطورت عادت انتشرت لمدارس ستيم. كانت بدايتها عندنا هنا مدرسة أحمد زويل اللي كانت بتاخد متفوقين فقط كانت بتاخد عدد محدود، لكن لما الفكرة نجحت أصبحت ستيم وعدد كتير. تمام، بارك الله فيك. ما شاء الله، إضافة رائعة منك من الأستاذة أمل والأستاذ طلعت والأستاذ فتحي والجميع اللي شاركوا، ما شاء الله بارك الله فيكم. عليكم السلام. غير لهذا انا تمام، مش شوي تتناقشوا، ما تخافيش، ما شاء الله يعني متدربين رائعين. ما شاء الله متدربين عن جد، كلهم يدلي الجمهور ما شاء الله عليه في المشاركه، ما شاء الله عليهم. يعني ما حسيت حالي ان انا فرش، حسيت ان احنا قاعدين هيك نتناقش. تفضلي. يعطيكم العافيه. اذا طبعا انا تهمني، ما شاء الله، الله يعافيك. يعطيك العافية أستاذة شوقية، شكرا لكم على تفاعلكم في المناقشة هذه، جميلة جدا. إذن طبعا احنا اللي انا سمعت شوي الأستاذة كانت بتحكي انه احنا ما نقدر نطبق مشروع ستيم. نحن نريد تفاؤل، وانا اقدر كمعلم اطبق منهج ستيم القائم على المشاريع حتى لو بإنجاز مشروع بسيط. أنا لو أنا عايزة أطبقه لازم أدرب المعلم في قلب الجامعة على ستيم عشان يقدر يجي التربية والتعليم عنده. ممتاز. ستيم هو ما خدهش أصلا التركيبة دي في الجامعة، فهو واقع. نعم. علشان أنا أطبقها في التربية والتعليم لازم تدريب متكامل كبير. طبعا احنا حكينا على تمكين المعلمين، وهذا مش بالسهل انه تمكين المعلمين على منهج ستيم التعليمي، ولكن نقدروا انه احنا نطبقه في خارج البيئه الصفيه وبكل ما لدينا من قدرات. اكيد احنا ما شاء الله مبدعين، المعلم مهما كان دائما يطور نفسه، يعني دائما احنا نحب ونطور من انفسنا ونحب انه احنا نقدمه، وبالتالي احنا يعني لا ننتظر تمكين، احنا ما شاء الله مبدعين ونحب انه احنا نعمله منهج ستيم ونطبقه خارج البيئه الصفيه بما اوتي المعلم من 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 ابداع، وبما اوتي الطالب ايضا من ابداع ومن مهارات. اكيد انا متاكده انه في ناس كثير طبقوا منهج ستيم التعليمي خارج الصف الدراسي ونجحوا فيه، وبالتالي احنا دائما نحب نكون متفائلين. ولكن هو استاذة انا معاك في تمكين المعلمين، مش بالسهل انه لما تكون في وحدة دراسية في المدرسة، فهذه تتطلب طبعا مجهود كبير من الدولة. اما بالنسبة لنجاح مشروع السين، طبعا ايها المشاريع، فلا بد من توفر معايير نجاح. اذا معايير نجاح منهج ستيم التعليمي ترتكز على ماذا؟ الصوت بقطع ولا بس عندي؟ لا استاذة شوقية، هل الصوت يقطع عندكم؟ الصوت مش واضح ولا بس عندي؟ لا استاذة شوقية، شكله عندك مشكلة بالنت. نعم. الصوت تمام استاذة فاطمة، الصوت تمام استاذة شوقية، يبدو المشكلة. نعم. ممتاز. إذن قلت تعالوا نشوفوا مع بعض معايير النجاح، معايير نجاح منهج ستيم القائم على المشاريع. طبعا احنا المعايير هذه معايير الكل بيعرف المعايير هذه، معايير في الرياضيات، معايير في العلوم، معايير في اللي بيطلق عليها معايير علوم الجيل القادم Next Generation Science Standards NGSS. تخص ماذا؟ الأفكار التخصصية الرئيسية، وهي المعرفة، لابد من توفر معرفة علمية أساسية التي تسمح بتطوير المعارف فيما بعد، ممارسات علمية وهندسية، وهي ممارسات علمية تتطلب معرفة وفهم عميق للحقائق وتجربة الفرضيات والممارسات الهندسية في تصميم النماذج وبناء الأنظمة وتقديم الحلول على شكل منتج، ويتم التقييم بالأداء مثل ما قلنا، يعني التقييم على الناتج في الآخر. المفاهيم الشاملة، وهي مبادئ تعليم العلوم لربط الأفكار والمفاهيم معا، وتمكن الطالب من تطوير مفهوم تراكمي وتشمل أطر تدريس العلوم. إذن هاي بالنسبة للمعيار، هذه يسموه معايير علوم الجيل القادم. نشوفوا المعايير الأخرى، هي معايير كومن، يعني معايير أساسية مشتركة للرياضيات،
معايير الجيل الثاني تصف الممارسات الرياضية المعتمدة على العمليات والكفاءات، امتلاك المعرفة، توظيفها. طبعاً احنا قلنا الطالب اوريدي واخذ المعرفة، فهو عنده كفاءات وعنده ممارسات رياضية، فكيف راح يوظف هذه الممارسات الرياضية في إنجاح مشروع STEAM في المدرسة؟ تتصف هذه المعايير بالتركيز على نطاق ضيق بمحتوى في الرياضيات والتماسك والترابط بين مجالات المعرفة، صرامة من خلال الدقة، الموازنة بين الاستيعاب الفهمي والمهارات الإجرائية والطلاقة. دائما نجد التطبيق يعني هذا معيار مهم جدا جدا لإنجاح يعني مشروع STEAM منهج STEAM سوري القائم على المشاريع. هنا نقوله يمكن بدأ تطبيق STEAM على الطلاب من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الصف الثاني عشر، ولإنجاح مشروع STEAM وفق منح STEAM القائم على المشاريع لابد من اتباع الخطوات التالية. الآن احنا راح نشوفه ما هي الخطوات اللي انت لازم تطبقها لإنجاح مشروع STEAM. تعالوا نشوفوا خطوات منهج STEAM القائم على المشاريع. أنا إذا بعمل مشروع لصفي، أنا الأكثر الآن مش وحدة متكاملة، أتكلم عن مشروع لصفي. أولاً تحديد المشروع، راح تشوفوا إنه هيك كأنك أنت تعمل بحث علمي. تحديد المشروع واختيار نوع المشروع المناسب، فهناك مشاريع بنائية لتصميم التجارب والبحث العلمي أو لحل المشكلات، أو مشاريع ترفيهية أو تعلم بعض مهارات عملية، أو تكوين اتجاهات إيجابية لاكتساب الممارسات العلمية، تنمية الاستيعاب المفاهيم والتفكير الإبداعي، وعلى الطلاب طرح الأسئلة بصياغة جيدة وتحديد المشكلة. إذن في البداية لازم أحدد ما هي المشكلة التي سوف أقوم بحلها. هاي الجزء الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تخطيط الجيد. طبعاً إحنا هنا في مشروع STEAM لابد أن نعلم أنه إحنا نخطط جيد للمشروع بوضع خطة مفصلة لتطبيق المشروع، ربطه بالأنشطة سوري المهارات التجارب المحاور الخمس لمنح STEAM، ربطها بالعلوم بالرياضيات بالإنجينيرينج بالأرت وبالماث، توضيح المنح المتكامل وتوزيع الأدوار على الطلبة، وتحديد المدة الزمنية لتسليم المشروع ومصادر المعلومات ومصادر تمويل. طبعا التمويل مهم جدا جدا، لأن مشروع STEAM يتطلب أجهزة، يتطلب ماتيريز، يتطلب تكنولوجيا، يتطلب كثير من الأشياء. بالتالي احنا نمر الآن إلى النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة في التنفيذ. يأتي هنا التنفيذ، يكون المعلم موجها ومرشدا وميسرا ومساعدا للطالب، بينما الطالب هو محور العملية التعليمية ويلعب دور الباحث، مخطط، المصمم، المحلل، المقيم، المناقش، وعليه أن يكتشف ويتقصى ويحل المشكل وينقل المشروع من الجانب النظري إلى الواقع الملموس بإشراف المعلم. إذن في مشروع STEAM نتفق على أنه المعلم هو موجه ومرشد وميسر ومشرف فقط. خلي الطالب هو اللي يبدع، هو اللي يبحث، هو اللي يخطط، هو اللي يصمم، هو اللي يقتص، يبحث، يحل المشكل إلى آخره. آخر شيء كتابة التقارير وتقويم المشروع. يمكن هنا استخدام التقويم الذاتي، تقويم واقعي يستند على معايير ممارسات علمية، معايير اكتساب المتعلمين المعرفة والمهارة والاتجاهات والذكاءات المتعددة. طبعا هنا شفنا خطوات تنفيذ مشروع STEAM القائم على المشاريع. احنا اتينا تقريبا الى نهاية الورشة، ولكن قبل ما نشوف التحديات، واحنا اوريدي في كل هدف مرينا على التحديات بشكل وجيز، سوف نرجع لهذه التحديات، نشوف الملاحظة هذه. يمكن إعادة نموذج إعداد سوري يمكن إعداد نموذج يوضع خطة المعلم تشتمل على الأهداف والأنشطة والممارسات العلمية والوسائل والأساليب والتقويم، ونموذج للطالب يعني هاي جاست يعني ملاحظة
ممكن أنت تعمل نموذجي، نموذج للمعلم ونموذج للطالب. نموذج الطالب يشتمل على سؤال مشروع، تكامل جوانب ستيم، توزيع الأدوار، ونماذج التقييم الذاتي والواقعي. نأتي الآن إلى التحديات. أكيد إحنا كلنا تكلمنا في التحديات، نأخذ بعض التحديات. إذا يريد إنه إحنا نأخذ يعني من دول مختلفة عشان نتبادل الخبرات والتحديات اللي واجهتنا في تطبيق مشروع ستيم أو منهج ستيم القائم على المشاريع. إذا في مداخلات عن طريق الصوت أو عن طريق الكتابة على الشات، كل معلم يكتب لي تحدي يشوفه هو عاجز، التحدي هذا عاجز أو هو يقف أمامه حاجز لتطبيق منهج ستيم القائم على المشاريع، اكتبوا لي في الشات. في ناس رافعين إيدهم، أستاذة عايدة تفضل. ناخذ مداخلتين على الصوت. نعم. السلام عليكم حضرتك. من التحديات زي ما بنقول ان يكون عندي مادة او حاجة تكون متكاملة ما بين الاربع مواد، او ان انا ادرب الطلاب على كيفية عمل مشاريع، ان احنا عارفين خمس خطوات لحل المشكلة اللي حضرتك لسه قايلاهم الطالب مش مؤهل عليهم والمعلم اصلا كمان مش مدرب عليها. فبالتالي من التحديات ان انا لازم ادرب المعلم والطلاب على كيفية عمل مشروعات بالخمس خطوات لحل المشكلة. تاني حاجة كمان الإمكانيات ووسائل التعليمية مش متاحة داخل المعلم. هذا ما بلا شك فيه. كمان الإمكانيات ضعيفة جدا. تمويل علشان خاطر أعمل مشروع والمشروع ده يطلع لي لأرض الواقع لازم أن يكون فيه تكلفة ويتصرف عليه. أنا دلوقتي هعمل مشروع، يا المعلم اللي هيشيل التكلفة يا هقول للطالب وولي الأمر حضرتك عاون ابنك إن هو يصرف على المشروع. هيقول لي لساعتها هو أنا هديله دروس لمواد ولا أديله دروس أو ولا أصرف عليه المشروع. فالتحدي كبير علشان خاطر يبقى في التربية والتعليم، وإحنا عارفين كلنا أن التربية والتعليم إمكانياتها ضعيفة وتكاد تكون مفيش إمكانيات أصلا. فبالتالي مش هيبقى عندي مشروعات تخرج لأرض الواقع إلا إذا كانت على الورق، إن أنا أعلمه بقى يعمل خطوات البحث العلمي اللي عمل مشروع واخد الورق أركنه، لأن الطالب ما دام مش هينفذ المشروع كأنه ما تعلمش حاجة أو ما كأنه ما عملش حاجة. بالضبط. نحن أستاذة عايدة قلنا إنه لا يوجد مشروع ستيم قائم على النظريات أو قائم على خطوات فقط، ولكن أصلاً. نعم، ولكن لا نتكلم عن مشروع ستيم إلا لما تكون في تطبيق عملي، في تجربة على أرض الواقع. إما أن نعمل خطوات بحث على الورق فهذا غير مشروع ستيم. كمان حضرتك أنا على شيء ومشروع ستيم القائم على المشاريع شيء ثاني، لابد من بروجكت يعني فعال، عرفتي؟ لازم يكون في ناتج على أرض الواقع. وحضرتك كمان لازم أن أنا أعلم المعلم إيه هي أصلاً المشاريع اللي المفروض يكون بها مع الطالب، وكيفية أن أنا أعمل مشروع. وكيفية أن أنا أعمل مشروع، هو المشروع هيبقى الطالب واحد ولا مجموعة الطلاب؟ لازم أعلم الطالب الأول أنه هيشتغل في تيم، والتيم ده التيم ممكن مش موجود في التربية والتعليم، مش موجودة. إن أنا يبقى عندي تيم وورك ما بين طلاب ماهرين أو طلاب متفوقين. إحنا قلنا إن الستيم دي هي ما بعد الإعدادية عندنا في مدارس خاصة بكده، هو بياخد الطالب عنده أوريدي، وكمان بياخدهم مدرسة بتكون هو بتاخده خالص من أهله، يعني هو بينزل أجازات لأهله. ستيم دي عندنا بالمنظر ده، يعني هي مقيم، الطالب مقيم في ستيم عنده في المدارس، يعني في طلبة سافروا لستيم ورجعوا من غير ما يكملوا، لأن هو في التربية والتعليم كل الدراسة بالعربي، راح ستيم فوجئ أن كل الدراسة بالإنجليش، الطالب تعب فرجع ما كملش. يعني إحنا عندنا نماذج في مدرستنا ما كملتش. نعم، ممتاز أستاذ عايدة، شكرا لك، بارك الله فيك على المداخلة. كل كلامك صح صح صح، ولكن أنا دائما أرجع وأحكي نقطة مهمة. رغم كل هذه التحديات ورغم كل، أنا مبدع، أنا معلم مبدع بكل ما أوتيت من 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 مثل ما أنا أقرأ الآن في التشات، في اللي بيحكي
انه ممكن المعلم يطور من نفسه، لا ينتظر احد يطور. ايوه حضرتك هتطور ازاي؟ انت عايزه مشروع حضرتك ومشروع مكلف وخطوات بحث علمي. لا احنا ما قلنا مكلف استاذه عايزه، احنا قلنا مشروع بسيط بامكانيات اللي موجوده امامي. لو انا هقول في نفسك مثلا حضرتك ابدأي ان انا اقول ممتاز. مشروع انا فكرتي شنو؟ انا فكرتي شنو؟ نحن هنا ممتاز استاذه عايده، ممكن بس نقطه، انا احنا هنا لماذا؟ لنطور من انفسنا، لنطور. اكيد احنا الان لما نطلع من الورشه هذه حتى انا استفدت منكم، تعرفون انا الان استفدت رغم ان انا مدربة الورش، ولكن انا ما شاء الله استفدت منكم بارائكم بتدخلكم بتوضيحكم لبعض الامور، استفدت كثير. فانا دائما ايش نقول انه انا رغم الامكانيات الضعيفه انا معلم مبدع، انا معلم خبير لدى مايكروسوفت، فلا بد ان ابدع بما اتيت من من امكانيات ضعيفه جدا، اتي بالشيء الاكبر وليكون لي انا تحدي. هو دي الابداع، هو دي الابداع، لانك بنفس الامكانيات. هذا ما اردت التركيز عليه. لا لان طيب احنا الان لو نطلعوا من الورشه هذه متفقين انه منهج السين ما راح يطبق ونكتفوا يدينا، راح نروح ننام وخلاص، تعليم سكر. صح ولا لا؟ هو نعم دي الابداع. لابد للمعلم ان يسعى. ما نحبش نخرج من الورشه واحنا محبطين من منهج السين. استاذه فاطمه، لماذا الاحباط؟ ممكن المنطقة نعم. مش ضبابية يا جماعة، الموضوع مش ضبابي خالص كده، إن شاء الله فيه بارقة أمل. الإبداع إنك أكيد. الإبداع إنك بنفس الإمكانيات المتاحة تخرج منتج مختلف. الإبداع إن أنت تستغل أضعف الإمكانيات إن أنت تطلع أحسن منتج. المدرس المبدع ما هوش عايز معمل ولا شيء. أنا حابة أعرف مين نعم اللي نعم نعم استاذ طلعت. استاذ طلعت نعم نعم حابة نعمل مداخلة صغيرة. نعم. ممكن عندي ساعة وأنا نقرأ في الشات. هنا المشكل حسيتها في رأس المدرس في حد ذاته، رابط نفسه بأنه تأهيل من الوزارة وبالإمكانيات اللي نزمها تتوفر. ما شاء الله عنا الانترنت، عنا اليوتيوب، عنا جوجل، نجم أنت تعمل تطور من نفسك. بالنسبة للمشاريع ممكن ننطلقوا بمشروع بسيط. نيوتن بدا من تفاحة نزلت من أمامه، جاته الفكرة، تأمل بالإمكانيات البسيطة الموجودة عنده توصل الفورمولا. النجاح أي مشروع يبدأ من المعلم، ما تطلبش لا إمكانيات مادية كبيرة. المعادلة المعلم هو لا يكون نفس الشيء، من إمكانيات بسيطة ووسط ما شاء الله شفتها لحد الآن. وإحنا نحكي بالضبط أستاذ، هذا هو الهدف. ومثل ما قال الأستاذ طلعت وكل الأساتذة اللي متفقين أنه إحنا مبدعين، إحنا كمعلمين من لا شيء نصنع المعجزات، نصنع الأشياء الكبيرة. طيب أنا هاتوا ناخذ العكس، لو يعمل لي هو هذا التمكين ويعمل لي المخبر ويحط لي كل شيء أمامي وينجيب طلاب مبدعين، رح نوصلوا للهدف ولا لا؟ لا، لازم مدرس اصلا مقتنع بالفكره بالضبط. فممكن انا عندي حلين، ممكن يتوفر امامي كل هذا ولا ابدع. بعد اذنك يا مس فاطمه، نجاح العمليه التعليميه اولا واخيرا قائم على اقتناع المدرس بامكانياته وقدراته. بالضبط. انا كمدرس اطلق على نفسي كلمه مبدع، اذا اطلقت على نفسي كلمه مبدع راح أبدع بالشيء البسيط. فالحمد لله إذا هو جاب لي كل هذه الأشياء مش نصير مبدع، نصير ما شاء الله يعني عالم. أستاذة فاطمة لو سمحت، يعني أبدأ بالبسيط وأطور منه وأصنع منه مشروع. نعم أستاذة فاطمة، حتى أشياء في البيت والله يعني تقدروا تعملوا مشروع ستيم من أشياء موجودة عنا في البيت. كل طالب يجيب شيء من البيت، ما يكلف نفسه. نعم. أستاذة فاطمة، المستمعين ولا جمهور المستمعين كلهم هنا معلمون خبراء، يعني متحصلون على شهادة معينة من مايكروسوفت.
أين أو سيقدم يعني أو سيقدم لمايكروسوفت نعم. قريبا يعني. والله يا جماعة التوظيف نعم. ماهوش في مايكروسوفت الإبداع من داخل من غير نعم. شهادة في ناس مبدعين نعم. مايكروسوفت مش هي اللي بتدي الإبداع الإبداع نعم. ما كانش نابع من داخلي أنا عمر ما عمر بالضبط. لو خدت 100 شهادة لو خدت 100 شهادة أيوة. وأنا مش مقتنع إن أنا مبدع ملهاش أي قيم نعم ممتاز لا أنا أريد أن أقول أنه بما أننا نمتلك هذه الصفة على الأقل نقوم بها في مدارسنا يعني بالضبط. نجهز أنفسنا والتجهيز الأول أنا متفق مع الأستاذ طلعت ومع الأستاذة فاطمة ومع الحضور الكريم ومع السيدة التي كانت تتكلم منذ قليل أنه لابد أن يطور المعلم نفسه لماذا نبحث عن الشهادة؟ لماذا نبحث عن الرتب؟ يا سيدي نكون أنفسنا أولاً ونجري وراء المعرفة مش المعرفة هي تجري ورانا مش نستنوا في الدولة ولا في الوزارة باش توفرنا لابد أن نوفر روحنا ونقوم بالعمل وبعدها احنا ان شاء الله بإذن الله ممتاز أستاذ فتحي احنا ان شاء الله بإذن الله سوف يكون لنا لقاء ثاني عن منهج ستيم والحين اليوم احنا شرحنا المنهج ستيم وشفنا متطلبات وشفنا معايير نجاح وشفنا تحديات بإذن الله إذا إن شاء الله أتيحت الفرصة نعمل ورشة عن النماذج أنا أعرف نماذج لو أعطيكم أمثلة عن تطبيق في دول فقيرة ولو تشوفوا شو عملوا فقيرة جداً عربية أفريقيا لو تشوفوا المشاريع هعرض عليكم مشاريع ستيم بأتم معنى الكلمة وتشوفوا الإبداعات من أشياء بسيطة وبسيطة وبسيطة جدا بعد إذنك يا فاطمة ما يتطلب نجاح مشروع ستيم يتطلب إبداع الطلاب تمام نعم صحيح بعد إذنك المعلم فقط هو مشرف هذا أنا رأيي المعلم مشرف إبداع الطلاب جيب طالب مبدع وقل له اعملي وما عندي الامكانيات فراح يصنع هو اشياء ويدبر ويعمل ويعمل طائره بدون طيار في تونس الطلاب صح والله طائره فقط بتوجيه المدرس فقط بامكانيات بسيطه باذن الله لو نشوفه في الدول المتقدمه والفقيره والناميه شو عملوا تلقوا في المدن الفقيره مشاريع ستيم اللي عملوها أحسن بكتير من مدن المتطورة اللي عندها ما شاء الله مخابر ستيم مظبوط صحيح عندي ملاحظة أريد أن أسألها للجميع قبل أن توصل مثلا في حصتنا اليوم بعيدا عن ستيم ومشاكلها هناك من سأل عن الفوروم منذ بداية الحصة يا سيدي أعطينا التكوين أعطينا نتقدم أعطينا نتطور نتحسن وبعدين يجي الفوروم ويجي الشهادة ماذا نريد نعم. أن نفعل بشهادة؟ لا شهادة بدون تكوين التكوين أول ثم تأتي الشهادة وفقط نعم. والله إن النقاش الآن أهم من كل المحاضرات هي دي العقلية السيدة الآن الشهادة قبل الإفادة المفروض العكس في مثل مصري في مثل مصري حدنا بيقول الشطرة تعمل من الفسيخ شربات طب طبعا دي أمر مستحيل لكن هو عايز يقول إن ما فيش شيء مستحيل يا جماعة إن المدرس والله نعم. العظيم اقتناع بالفكرة وباقتناع بالطلبة بتوعه وبالمنهج اللي هو عاوز يزرعه في الطلبة دي هو الأساس أساس نجاح كل تعليم المعلم 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 نعم ممتاز وكلمة للأستاذة سوقي بارك الله فيك في أنا نحس الجمهور مقسم الجزئين جزء مع ستيم وجزء ضد ستيم فبإذن الله إن شاء الله ما أعتقدش إن حد ضد ستيم نعم تفضل ما حد ضد ستيم مع تعالوا نعملوا تصويت مين مع ستيم حضرتك ده إحنا بنقول التحديات أنت بتسألي في التحديات بنقول لك التحديات في التربية التعليمية ممتاز لكن مش يعني مش ضد ستيم طبعا إحنا تناقش أنا بقول لك على الطلاب في المدارس ما عندهمش إمكانيات لستيم نعم ممتاز لا يوجد أي مشروع بدون أنا حكيت لك أستاذة قلت لك حتى أنا من ضد ستيم أنا دي التحديات نعم طب حضرتك سألتك
الشريحه بتقول لك تحديات تطبيق ستيم، احنا بتكلمنا في التحديات. بالضبط، انا مش ضد ستيم خالص. بالضبط، احنا راح نخرجوا بالعبره من الورشه، ولكن احنا نتناقشوا وفي نفس الوقت نحبوا نزرعوا الامل والتفاؤل في نظرنا. استاذه عايده، حتى لو جابونا، تعرفي انه حتى لو جابونا مخبر ستيم راح تواجهنا تحديات اخرى، راح نطلع من التمويل وراح نطلع من الماتيريز وتجينا تحديات اخرى. تمام، اكيد اكيد ما فيش اي شيء بدون تحديات، في كل شيء نواجهه تحديات. استاذه عايده، ممكن تشاركينا بقراءه بعض التحديات الموجوده على الشاشه؟ حضرتك تمام، حضرتك كاتبة الحاجة إلى خبراء في مجال منحنى ستيم وتعزيز العلاقة بين المعلمين في تخصصات العلوم والرياضة والتكنولوجيا مع المباحث الأخرى وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي. الحاجة المؤسسات التعليمية إلى تجهيزات المعلمين معملية وتكنولوجية، دي اللي أنا بقول عليها أن حضرتك لازم يكون في تجهيزات معملية وتكنولوجية، دي مش متوفرة أصلا في المدارس. نعم أستاذة عايدة، لأنه احنا دمجنا شيئين، تكلمنا عن وحدة متماسكة داخل المدرسة لمنهج ستيم أو منح ستيم التعليمي، وتكلمنا عن منح ستيم أو منهج ستيم القائم على المشاريع، فهذين شيئين مختلفين. لو أنت حتتكلمي على المخابر وعلى الأشياء فلازم أنت يعني في المدرسة لازم تكون وحدة متماسكة، يعني في وحدة اسمها وحدة ستيم التكاملية. أما إذا احنا راح نطبقوا، احنا قلنا راح نكونوا يعني نطبقوا منهج من يعني منح ستيم القائم على المشاريع في البيئة لا صف، يعني خارج الصف، فهذان شيئين مختلفين فعلا. في لو حنعملوا وحدة متماسكة فهذا كله لازم، معامل، مخابر. في شيء مهم جدا، تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، لأنه احنا قلنا رح يطبق، تكون كل شيء عملي، محتاجين الطلاب يطلعوا من المدرسة ويروحوا على يعني مراكز البحوث العلمية في الدولة داخل الدولة ويدخلوا يعني حتى انا من فكرتي مثلا ما احتاج يعني انا مثلا لو حابه اطبق منهج ستيم التعليم ما احتاج مخبر في المدرسه، ممكن اروح على مخبر خارج المدرسه بالاشتراك مع مؤسسه بحث علمي، مثلا نادي علمي، مركز للعلوم والتكنولوجيا، اكيد في كل الدول موجوده المؤسسات هذه، فانا اروح واطبق عندهم هناك، مش بالضرورة أطبق في مدرسة. إذا هم طبعاً يعني الكل هذون يشجعوا طلاب على البحث والعلوم بعد إذن نعم بعد إذن معك معبيب حنة من مصر، بني سويف، مدربة أونلاين. الموضوع النهاردة أولاً هو يعني 3 بوينت كده. البوينت الأولى هو اسمه ستيم، ده مشروع ستيم تمام، وهو جاي من الإبداع في تنفيذه. يعني أنا لو بصيت على الشاشة دلوقتي إيه اللي موجود منها وإيه اللي علي أعمله؟ أولاً بالنسبة للمؤسسات موجودة، فعلاً في مؤسسات تخدم البرامج دي زي المدارس الدولية فيها الحاجات دي، ومنها طلعت زي كليات العلم الكبير زويل، ومنها في مدارس اسمها المتفوقين عندنا ستيم، يعني موجودة. بالنسبة لخبرة المعلمين هي دي اللي انت لازم تعمل، انت اللي لازم تطور نفسك عشان توصل للخبرة دي، تسمع لزميلك، تسمع، تدخل على اليوتيوب، فدي اللي في ايدك تعملها. بالنسبة للمراكز البحوث موجودة، ممكن اتواصل معاها لو انت عندك منه الرجاء وفي التالنت مش عايز يوصل، انت الجايد لتلميذك عن طريق توصل لعندي ابنه في كذا ممكن. وعندنا اولاد كتير في المدارس الحكوميه والخاصه عملوا روبوت وطلعوا وخدوا شهادات من امريكا، يعني فيه. ولكن هي المشكله في المدارس الحكوميه مش بتلاقي الدعم، فانت كمعلم وهتطور من خبرتك لو لقيت بذره في المدرسه ممكن توصل وكده. انت نعم. انت عليك كمعلم منها انت نفسك ومنها هتطور زميلك. بالنسبه للنماذج التعليميه
موجودة عند حضرتك وموجودة على اليوتيوب، لما أنت تشوفها وتشوف البلاد النامية أفريقيا اللي محتاجة اللي بتاكل سوري الأكل من الريسايكل، وبرضه وبرغم كده بيطلع منها علماء وكده، ولكن هي بتتحدى ظروفها علشان عايزه تنجح. علشان كده كلمه ابداع وكلمه استم، كلمه ابداع اولها الف، يعني لازم اراده منك ان انت عايز تغير نفسك. لو الاراده ما جاتش منك خلاص ضاع الامر. البيه دي بنفسك انت، انت اللي هتغير، هتكون تقليدي ومعلم تقليدي ومعلم مستسلم لكل امكانياتك، ولا معلم بتتحدى نفسك عايز تقول انا اهو، انا اهو بنجاح تلميذي وبنجاح جالي. الدال في ابداع، لازم تدور على التغيير، لازم تدور على كل جديد. الالف الثانيه جدا جدا جدا، انت وتلميذك، انت وتلميذك. العين بقى دي عينك انت فين؟ عينك على الاستسلام مع ضغوط الشغل وعدم الامكانيات. كلنا في الدنيا عندنا نت، على فكره التعلم السيلف ليرنينج، التعلم الذاتي نمبر 1 ليك انت. السيلف ليرنينج ده هو اللي هيطور منك، هو اللي انت بيخليك تحضر النهارده للمس وتحضر لسين وتحضر لصاد. بس اهم حاجه مش فعلا زي ما الاساتذه قالوا اول ما ادخل اقول هورس فورم، لا انا هورس ابلكيشن. انت طبقت ايه لما سمعته؟ لما تطبق هتتغير. انا اللي قدام حضرتك كنت متدربه صغيره، لكن دلوقتي وحلم حياتي كنت اوصل تدربه اونلاين، ووصلت عشان اتعلمت من الاساتذه زي مس شويه، وبعد كده اصبحت مدربه اونلاين. ممكن بالرغم زمايلي مش بيحضروا لي في المدرسه، انا الناس اللي بره اللي بتحضر لي هم بيقولوا لي انت هتعملي ايه بالحضور ده، انت عملت ايه؟ هل في ماني؟ لا، لكن ده في ايه؟ تطور ذاتي ليا. ممكن واحد يقول ايه انت عارفه كذا، اقول له اه، لكن هم يقولوا لا، طب انا هتعلم ليه؟ او في اهدار للوقت، او انت شو يعني الهدف من هذه الورشه؟ فعلا كلامك كله صحيح ما شاء الله عليك يا استاذه نجلة. شكرا نجلة، فعلا ما تقولينه صحيح. الكل ما شاء الله عمل لك الستيكر على فكره، حملوا لك اللايك وال يعني كلامك ما شاء الله اعطانا شحنه معنويه ورفعتي يعني من معنوياتنا عن الكثير. عبرت عن الكثير مما يدور في خلدنا وخلد المتدربين ما شاء الله. استاذة نجلة سفيره السعاده. شكرا. كلمه ابداع، خدوا بالكم لو انتوا يعني دققتوا فيها، شيل العين كده بتقول لك ابدا. خلي بالك انت كده، ابدا ابدا واتكل على الله وقول انا هبدا اغير، انا هستفيد. انت هتضر؟ لا، ممكن تطلع منك بذره نجاح تلميذك. عشان كده استم اولها اس سترونج، قوه التغيير منك انت. لسه بادئين عام دراسي، لازم يبقى عندك قوه تفاؤل. نعم. لكن في حاجه مهمه، هي اخر حرفين تراي اجين، يعني حاول. يقول لك خد بالك كل الناس غلط، الناس بتتعلم لما تقع في حفره تقول لا انا مش هقع تاني. طب انت اتعلم. خدوا بالكم المتعلم عندنا يا جماعه اكتر مننا سرعه في التكنولوجيا، يعني ممكن الولد تدي له بس الفكره يعمل لك روبوت، يعمل لك كذا. يعني احنا عندنا، فالاولاد دي مدفونه في المدارس الحكوميه، المدارس الدوليه واللي هي عندها امكانيات هي اللي تشتغلها بقى. ما بالك انت كمعلم حكومي بقى لو انت عملت بقى كده، شفت بقى يعني النجاح اللي هيبقى ليك. الاي بقى امباور، تمكين، تمكينك انت كمعلم، وتمكينك ده هيؤدي ان انت تاخد متعلم وتنجح، والنجاح هينسب ليك كمعلم وادى لابراز متعلم. اخر حاجه الام مانج، ادارتك انت بقى كمعلم ايه؟ ده خدوا بالكم في معلمين بتصرف على متعلمين، لان البيئه زي البلاد اللي مس فاطمه بتقول عليها افريقيا وسنغافوره ما عندهاش امكانيات فلوس، لكن انا عندي عقول متعلمين ازاي استغلها. شكرا واسف على الاطاله، بس يعني لازم لو بالعكس يعني اضافه واثراء جيد جدا في الورشه ما شاء الله عليك استاذه نجلاء. شكرا وبارك الله فيك. اضيف انه احنا نعرض صح التحديات، ولكن لما نشوفوا احنا التحديات نقص خبره المعلمين، هذا تطوير. يعني ممكن انا مثلا اتصد في كثير من التحديات اللي انا كاتبتها امامكم في الشاشه، ممكن انا اتصد لها، مثل نقص خبره المعلمين، يعني مثل ما كتبوا الزملاء الكل في الشات، كل شيء موجود في الجوجل. احضر ورش، انت معلم خبير او مش خبير، احضر ورش وتعلم واعمل كل شيء، يعني تقدر تطور نفسك بنفسك. غير انه ممكن تدخل في
ورش واشياء. تعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي هذه مهمة جدا ونأكد عليها في نجاح مشروع ستيم. اطلعوا برا المدارس وروح انت روح بروح بنفسك للمؤسسة اقترح عليهم. في ناس تلقى الدعم وفي ناس تتصدق. ففي كثير يعني حبيت نقول انه في كثير من التحديات اللي مكتوبة هي فعلا تحديات، بس لو مبدع المعلم ابداعات المعلم ممكن يقلل من التحديات هذه، ممكن نقلل من التحديات. ممكن استزادة بس حضرتك أضيف إضافة، هي حاليا نعم الموضوع في الدولة تحل، لأن عاد دلوقتي في مدارس دلوقتي تكنولوجية ودمج المدرسة التكنولوجية مع المصنع، يعني هو بيروح اوريدي بيروح يطبق في المصنع، وده حل من حلول التحديات اللي احنا بنقول عليه. يعني عاد دلوقتي في مدارس الضبعة، مدارس التكنولوجية، حاجات دي كلها عاد بيربط المدرسة بالطالب بالمصنع او المؤسسة خارج المؤسسة يطلع يطبق عندهم هناك. فبالتالي اذا في برهة امل اهو، اذا في برهة امل ده من زمان امل نور. اكيد استاذ عايده في الاخير هتطلب بصيص امل. ايوه لا في شمعة نور اهو. لا المدارس الحكوميه حضرتك غير المدارس اللي هي مؤهله غير اللي تخطط لها، انا بكلمك على تخطط لها. تخطط لها زي ايه؟ زي التكنولوجيا ومدارس الضبعه وغيرها، دي تخطط لها ان هي تبقى بفكره ستيم متكامله، ياخد الطالب من جوه المدرسه ياخده بره في المصنع علشان يطبق اللي اتعمل اللي اتعلمه. هذا هو يعني لازم تكون في شراكه مع المجتمع المحلي. ايوه علشان خاطر المعلم نفسه اللي هياخد الطالب يخش بيه المصنع يطبق معاه جوه فكره المشروع او فكره الحاجه اللي هينفذها كمشروع. لكن القصة كلها إن التربية والتعليم نقدر نقول إن الموضوع فيها في تحدي جامد زي ما أنا بقول، لأن حضرتك بتتكلم على الطالب الغني جوه التربية والتعليم غير الطالب المتوسط والطالب اللي مش قادر يشتري الكراسة والقلم، أطلب منه ينفذ مشروع إزاي وهو مش عنده كراسة وقلم أصلاً. احنا بنتكلم حضرتك يعني في سحاب حضرتك، يعني ما لا يضرب كله مخلوطين، لا يضرب مخلوطين كله. مع الطلبه جوه اللي بيعمل لي المشروع ده بيعمله لي في البيت مع ولي الامر بفلوس ولي الامر، تمام كده؟ وما تكلمنيش ان المدرسه ساعدته والمدرسه جابت له والمعلم جاب له. انا ممكن اساعد الطالب على قد امكانيات مشروع صغير، لكن انا لو هتحدى وادخل الطالب في مسابقه، المسابقة تختلف حضرتك بقى، صح ولا لا؟ لو انا هعمل مشروع بورقة وكرتونة ده على قد ان انا اعلم الطالب فكرة بحث وازاي يعمل مشروع، لكن لو هقول له ان انا هدخل بيت مسابقة في وزارة والوزارة تصفي عشان تسافر امريكا، فما تكلمنيش بقى في تحديات وامكانيات بسيطة وكراتين وعلب كنز وبتاع نعمل منها مشروع حضرتك. استاذ فاطمه ما لا يدرك كله لا يترك كله. تمام حضرتك. نعم. تمام دي فكرتي. استاذ فاطمه تمام. نعم اريد ان احيي الاستاذه عايده والاستاذ طلعت والاستاذه نجلاء لانهم فعلا يقولون الحقيقه، ولا انسى مدربه الحصه التي شجعت كثيرا على تطبيق هذا العمل، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. ان كنت قاطع او اتحدث في هذا اللقاء اللي هو الحوار بين الناس، دي حاجة رائعة. في مدرس هشرح لكم يعني حتة بسيطة جدا، في مدرس عمال يشرح للطلبة أركان الصلاة وكيفية الصلاة داخل الفصل، فقلت ليه طب ما تيجي نخرج من التقليدية اللي انت فيها دي وتنزل بالطلبة بتوعك للمسجد ويبقى درس عملي داخل المسجد. أهم حاجة ان احنا نغير الطرق التقليدية للتدريس، مش مجرد إلقاء يا جماعة. ليه ما لو انا اتكلم عن الزرع ليه ما اخدش الطلبه واروح للحقل اقرب حقل للمدرسه؟ لما هتكلم عن الصلاه ليه ما اروحش المسجد؟ هو دي الفكر اللي مطلوب ان احنا ننفذ، نخرج من التقليديه اللي احنا كنا الحصه اللي هي مرتبطه بداخل الفصل والسبوره والكلام ده، لا لابد نغير عقليتنا فعلا. الله يبارك فيك. تمام احسنتم، يعني ما شاء الله فعلا. حاجه ثانيه للاستاذ شوقي، من الاستاذه عايده والاستفدت من الاستاذ فتحي والاستاذ طلعت، وما شاء الله كل يعني كما قلنا لا نخفي انه احنا فعلا لدينا تحديات
واللي ذكرتوها الكل. وفعلا مثل ما قالت الأستاذة عايدة، لو احنا نحب ندخل مسابقات دولية بمشروع ستيم فلابد ان تكون عنا ماتيرز، لابد ان تكون عنا مخابر، ولكن احنا بالشراكة مع المجتمع المدني ومع المجتمع المحلي والمؤسسات اللي خارج المدرسة وإبداعات المعلم، دائما نأكد على إبداع المعلم، على بصمة المعلم، انه هو ممكن يساعد ويبحث ويشوف مؤسسة انه يطبق فيها البحث العلمي على ارض الواقع مع الطالب باستخدام منهج ستيم التعليمي، فهذا بيكون افضل. اذا ختاما وختاما، انا سعيدة جدا بهذه الورشة. ان تنفيذ منهج ستيم التعليمي في المناهج يتميز بالمرونة في التطبيق للحصول على مخرجات افضل، اوصي بعقد ندوات تدريبية لمنح ستيم للمعلمين، كيفية تنفيذ مناهج معتمدة من منح ستيم، وإدراج منح